الاهلي يكتسح طلائع الجيش برباعيه نظيفه ويحقق الفوز العاشر على التوالي. كابتن شريف مبروك، فوز غالي ومستحق. الحمد لله. طبعا النهارده يعني الاهلي كافئ نفسه، بمعنى ان اللعيبه حتى في شكل التدوير اللي بيعمله المدير الفني ودخول لاعبين خارج الشكل العمومي يعني، واصراره على انه لاعب خالد عبد الفتاح ولاعب طاهر محمد طاهر كان ليه ثمار النهارده، من احراز اهداف، من اسيستات، اسيستنج طاهر عمل اسيستنج كويس قوي وجاب جول، ضيع كمان بينالتي. في روح كانت عند اللعيبه اللي هي موجوده في كبدلاء يعني. انا ما بحبش اقولها يعني، بس هم مش بدلاء الحقيقه يعني. لما تيجي تبص على ديانج وهو نازل وقفشه وبقيه الفرقه نازله ناقصهم امام عاشور، وانه بقى ايه لعبنا في فرقه كمان مستوى اول اساسيه في كل الظروف. الحكايه بتاعت التدوير اللي هو بيعملها المدير الفني الحقيقه الحمد لله عدت النهارده كويس. لعيبه سهلت الدنيا خالص وابتدت تباص باص 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 باص، ارهقوا نفسيه الفرقه اللي قدامهم، فتحس ان طلائع الجيش ايه يا ايمن وانت تتفرج، هي الفرقه دي فيها ايه؟ انا هو الفرقه دي معقوله جايب 34 بونت؟ هو الاهلي النهارده ها اللي عمل كل الاسئله دي. ايه وضع، سيبك من النتيجه بتاعت 4-1 بتاعت طلائع الجيش، انما النهارده الاهلي لو هيلعب بالاسلوب ده يا ايمن مع اي حد، بقى انا بكلمك كلام في الكوره من رؤيه اللي احنا شفناه النهارده، الدنيا هتبقى سهله جدا. الشكل اللي نزل بيه محمد مجدي قفشه كمان ها، وابتدى يتعامل ويتناول التصرفات مع الكوره، مع اللعيبه اللي حواليك، التحركات البسيطه اللي بتسمح لكل واحد معاه الكوره ان انا يبقى في 2-3 محتاجين الكوره، طالبين الكوره، عايزين الكوره، يبقى في نفسيه ناس عايزه تلعب، مش واحد انت لما بتبقى الدنيا مقفله معاك وفتك الفتنس ضعيف انت مش نفسيا مش متظبط ما بتطلبش الكوره. لا النهارده خلينا ناخد طاهر محمد طاهر عينه يعني. بينزل نص الملعب، بيلعب على الاطراف، بيشوط، ها كل ده احنا ما شفناهوش بقالنا سنين، مش سنه. ده عودة لاعب في ماتشين او في خلال 90 دقيقة او 90 دقيقة، والماتش فات اتغير كمان. الحكاية بتبقى من جوه تفكير وتركيز كل لاعب في الفرقة. فأنا بتكلم معلش بدي سامبل، بدي عينة من الفرقة كلها. أو خالد عبد الفتاح النهاردة شوف شكله عامل إزاي، لما بتعوزه هتلاقي سرعة واقتحام وأنت عايز إيه في حكاية الباك رايت دي؟ انك انت تعزل اي جناح جاي لك او اي باك بيتقدم عليك بقوتك وبمكانتك وبرؤيتك. وعمل النهارده في كروس اتعمل عندنا، غطى ناحيه الليبرو وطلعه يمكن قبل نهايه المباراه، كره عالميه بيطلعها، صح شال كره جول 100%. فاحنا هنا موجودين عشان نحلل الاشياء اللي هي بتساعد لعيبتنا الحمد لله على الوقوف على رجليها، وبنديها معنويات اللي هي تكمل بيه الظرف الطارئ اللي احنا بنشتغل فيه اليومين دول. فمبروك النهارده، ولو في اي حاجه ثانيه هنتكلم فيها طبعا مع الكباتن، وعقبال ان شاء الله الماتش الجاي يبقى بنفس الشكل وبنفس التناول وبنفس النتيجه باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي واداء جيد على مدار الشوطين، وان كان الشوط الثاني قل نسبيا، ولكن في المجمل اداء جيد للنادي الاهلي. طبعا الماتش يعني خلص من بدري جدا. الشوط الاولاني النادي الاهلي عمل اداء جيد، في روح النهارده عاليه، في لعيبه كانت بحاله مش هقول يعني بحاله غير جيده الماتشات اللي فاتت، النهارده افضل. جبنا 3 جوان حلوين الشوط الاولاني، فتحس ان الامور اتسهلت. حتى احنا يعني كنا متوقعين ممكن يجي هدفين 3 كمان الشوط الثاني. النادي الاهلي الشوط الثاني حصل هدوء نسبي، ولكن هو اللي برضه فضل مسيطر على اللقاء، ما بقتش فيه الخطوره الكبيره زي الشوط الاولاني، ولكن برضه هو اللي مسيطر على الشوط.
وجت ضربه جزاء لوسام ضاعت يعني، لكن ثم الهدف الرابع الرائع سواء من التمريره او توجيه وسام بوجه القدم في المرمى. تغييرات كتيره سهلت على الراجل مستر كولر، انه من الماتشات اللي غير اربعه مره واحده في بدري يعني في الدقيقه 65 بالظبط. احيانا ما كانش بيعمل كده لو الظروف مش ماشيه يعني. هو حس ان الماتش انتهى و3-0 فغير اربع لعيبه دفعه واحده، منها بيريح بعض اللاعبين ومنها انه بيدي فرص لناس تانية تلعب. فهي مكاسب كتيره. فالشوط الثاني نادي الاهلي رغم انه لعب اهدأ من الشوط الاولاني، لكن مجمل الماتش هو الاخطر، هو اللي جايب اربع اجوان، هو اللي كان ممكن يضيف اهداف تانية. يعني يمكن الجيش نسبيا هنقول لو بنسبه 10-15% تحسنوا الشوط الثاني لما نزل كريم طارق وعمر السعيد ولكن ما فيش حاجه جامده قوي، هي كره وحيده لضربه الجزاء وصدها الشناوي ببراعه. فمبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله عقبال الماتشات الجايه، وثلاث نقاط مهمين جدا وخطوه للامام كمان بالثلاث نقاط دول. كابتن عادل الف مبروك. النادي الاهلي بدا النهارده بدايه مثاليه في الشوط الاول زي ما احنا دايما بنطالب، طالما الامكانيات موجوده الفوارق بينك وبين اي فريق موجوده، بدانا بدايه جيده جدا النهارده، قدرنا ننهي المباراه في الشوط الاول من خلال ثلاثيه الشوط الاول. اكيد طبعا انت بتلعب لعبه تجاري، يعني خلينا المكسب التجاري بالنسبه لفرقه النادي الاهلي في الوقت الحالي ضروري جدا، تقتصد فيه الجهد، تقتصد فيه استنزاف اللاعبين يطلعوا من غير اصابات، كل لعيب بياخد وقته وبياخد مده معينه من اللعب، وده مدرب الاحمال زي ما اتفقنا هو اللي مخصصها مع كولر المدير الفني، ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن، انك ازاي تخرج من المباريات باقل جهد في الوقت اللي انت فيه، لانك انت لسه عندك مع عندك مباريات لسه مؤجله كتير، انت داخل في الماتش مثلا فاضل لك حوالي من خمسة لست مباريات يعني، على وبعدين تخش بقى في المباريات الحاسمه للدوري. ولكن انت النهارده انا شفت حاجه مهمه جدا، ان النادي الاهلي بيكسب رغم التغييرات الكتيره اللي كانت في الملعب، ورغم انه يعني اقتصد مجموعه من اللاعبين مهمين جدا في الوقت الحالي لفرقه النادي الاهلي. يمكن كل الناس لما خلينا نبقى منطقيين يعني، لما شفت التشكيل في الشوط الاولاني اكيد الناس ما كانش متخيلين ان ممكن تجيب ثلاث اهداف في الشوط الاولاني يعني بالسرعه دي، لان المعطيات بتاعه الملعب فيها حته نص الملعب حته مدافعين اكتر من انهم هجوميين. ولكن زي ما اتفقنا الهدف المبكر بيربك اي فرقه تلعب النادي الاهلي، لانه اتكلمت قبل المباراه وقلت اهم حاجه الهدف المبكر غير الهدف واستغلال الفرصة. طبعا استغلال الفرصة. النادي الاهلي دايما يا كابتن شريف لما بيلعب اي فرقه في مصر، بكلمك في مصر ويمكن معظم فرق افريقيا، لو جبت الهدف الاولاني بيحصل عندهم اضطراب شويه. ليه؟ لانه اكيد الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي بيحط البلان الاولاني، وده اهم حاجه انه يدافع في ثلث الملعب الاخير. والحته الرقم اتنين التطوير الهجومي بتاعه، التطوير الهجومي بتاعه لما بيجي يعمله بتلاقي حريه لعيبه النادي الاهلي ممكن يحرزوا اهداف اكتر. عشان كده لما اتكلمنا، ويمكن الكابتن ايمن اتكلمت معايا في الامر ده يا كابتن ايمن، انه احنا هل المدرب يطلع ينزل بالقوه الضربه بتاعته في البدايه، ولا ممكن يعني الافضل يشيل اللاعبين؟ وانا يمكن رديت عليك ولو فاكر الرد، قلت لك يا كابتن ايمن دايما الفرق الكبيره بيبقى عندها شقين. الشق الاولاني اي لعيبه بتلعب بتبقى عندها القوه القويه جدا في البدايه، وحتى لما بيجي يغير بيغير موجات التغيير عنده، بتبقى عنده فرص كتير. مش كل فرقه تمتلك العدد اللاعبين اللي ما شاء الله عند النادي الاهلي. يمكن اقول لك حاجه، فاكر لما قلت لك اي مدرب بيشتغل في النادي الاهلي بيبقى لقي محظوظ في حاجتين يا كابتن ايمن، يعني
يعني لازم 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 نتفق عليها. طول تاريخنا محظوظ بإدارتنا دايما يديك الحرية الحرية الكاملة في العمل، والحساب آخر الموسم ما بيحاسبكش بالقطعة. الحاجة التانية المهمة، ما بيتحشرش في شغلك. تمام. أو كل واحد بيشتغل شغلته. حتى أقول لك حاجة، حتى أنا أحيانا بقول يا رب نغير الفكرة دي، بس يمكن سياستنا دي ليها مصالح أكتر. اللي هي أنهي فكرة؟ إنه دائما المدرب ما يطلقش إيديه كل حاجة في مشي وقعد اللاعبين، لكن الفكرة بتكمن في إيه؟ إنك أنت بتدي الثقة للمدير الفني. الحاجة التانية بتجيب له أفضل عناصر ممكنة في المكان اللي أنت فيه. راجع على إيه؟ لحاجتين، استقرار. الحاجة التانية أنت بتتكلم على احترافية كاملة. أي حد بمجرد أنك تتفرج على النادي الأهلي وتسأل سؤال، إن الحمد لله يعني بتكسب، وبعد ما تكسب بتنسى المكسب لأنك عندك هدف المكسب التاني، ما بتديش فرصة لنفسك أنك تفرح. معظم فرق مصر أو المنافسين لما بيعملوا إنجاز بيركلوا ليه شوية، إلا النادي الأهلي لأنه الإنجاز عندك عادي. عشان كده بقولك المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، إنك تخرج من مباراة لمباراة. يعني أنا النهاردة سعادتي في المباراة إيه؟ مش في عدد الأهداف، في راحة اللاعبين. دي اللي أنا ببصلها، لأني ما بعد 3-0 أنت بتفكر في القادم. أنت إزاي تدي الأزمنة بتاعت اللاعبين، إزاي اللاعبين كل وقت تريح مجموعة من اللاعبين، إزاي المهمين اللي عندك يا كابتن أيمن. في لاعب مهم عندك انت بتريحه علشان عايز منه مش المباراه القادمه، ممكن تكون عايز منه المباراه الثالثه. في بدايه الاستوديو برضو قلت لك كلمه مهمه، قلت لك الوقت ده مفيش محدش او اي محلل لو في ظروف زي كده اوعى تتكلم على تشكيل لانك انت مش شايف، اوعى تتكلم على طريقه لعب لانك انت مش شايف. هتقول لي المفترض ان الفرقه بيبقى عندها طريقه لعب واحده، لا. طب ما انا اقول لك طريقه اللعب بتتناسب مع افراد معينه انك تلعب بيها عشان تلعب طريقه لعبك صح. طب انت لما بتلعب بلعيبه اضطراري انك انت بتريح وبتعمل، ممكن طريقه لعب اخرى تساعد اللاعبين، ولكن في اخر الامر انت وصلت للثلاث نقاط النهارده، ودي حاجه مهمه جدا. واكيد انت بتفكر لانك عندك قد ايه وقت؟ احنا نلعب الخميس بتهيألي، نلعب بعد 3 ايام برضه. لا مش 3 ايام، ما بيعتبروش 3 ايام، يعني اقل من 72 ساعه، يعني اقل من 72 ساعه. وبعدين خلي بالك انت بتروح، يعني يومين والتالي، والحاجات دي كلها بتبقى في وقت زياده كتير قوي يا كابتن نايم. انت في ظروف صعبه 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 للغايه، مش صعبه من الناحيه البدنيه بس ولا الناحيه الذهنيه، صعبه كمان على اللي بيقود. انت بتقود ازاي؟ هتلعب ده وتلعب مين وهتعمل ايه الماتش الجاي وهتفكر في الماتش التالت ازاي؟ يعني حاجات مزدوجة كتير قوي. انت لما تيجي المدرب او الجهاز المساعد بتاعه، وعشان كده مفيش فرقة بيديرها واحد ولا اتنين ولا تلاتة، انت مجموعة ناس بتدير فرقة. كرة القدم صناعة في الوقت الحالي. التيم اللي بيدير كرة القدم او بيدير فريق كرة في وقت فريق بطل، انا ما بكلمكش سهل جدا نقود فريق، لكن تقود فريق بطل طول الوقت بيلعب على المكسب. انت واخد بطولات، انت واخد بطوله افريقيا خلاص اتنست طبعا، اتنست بجد من تاني يوم. اتنست ايوه من تاني يوم. يعني احنا ما بنذكرهاش ومحدش عندنا بيذكرها. انت عليه عشان عندك هدف تاني، بطوله الدوري بطوله مهمه. انا بقول على اللعيبه دي ان هي ابطال، يعني من وجهة نظري بيتحملوا كتير. شغلهم ومحظوظين بيلعبوا في نادي كبير وكل حاجة، لكن في جهد، في جهد وفي جهد كبير وفي حرمان. ولو ما حرموش نفسهم في الوقت ده، الوقت ده صعب عليهم. ونصيحتي ليهم ان هم يعيشوا للدوري الاسبوعين التلاتة او الخمس اسابيع الجايين. بالنسبة لي انا بكلم على لعيبة النادي الاهلي، لازم تريح نفسك قوي لانك هتعمل حاجات فوق طاقة أي لاعب. صحيح صحيح. كابتن بلال ألف مبروك، فوز كبير. نادي الأهلي فرض سيطرته من بداية المباراة حتى نهايتها،
يعني شفنا النهارده مكسب واداء. مبروك طبعا للنادي الاهلي. يمكن احنا اوقات كتيره بنقول ان المكسب مهم من غير اداء، اوقات كتيره بنقول يعني، لكن لما تبتدي ترتقي مع الفرق بتبقى ايه، حتى الاستوديو اللي فات قلنا الكلام ده، قلنا لما بتبتدي ترتقي مع الفرق تبتدي تقارن يعني ادائك مع الفرق الافضل شويه. على الورق الجيش افضل من فاركو ومن الداخليه. والنهارده برضو انت كنت افضل من الجيش بكتير جدا يعني. سجلت 3 اهداف في الشوط الاول، الشوط الثاني سجلت هدف، اضعت هدفين ثلاثه كانوا يعني وركله جزاء، هم كمان ضيعوا ركله جزاء يعني. لكن الاداء النهارده الهجومي كان جيد، الضغط كان جيد في مستويات الملعب كلها بشكل عام يعني. وفي نظافه للشباك كمان، ما دخلش فيه جوال النهارده طبعا، دي حاجه جيده طبعا. الشناوي شال كمان ركله جزاء النهارده وتعامل مع الكرات بشكل جيد معظمها يعني. فالنهارده الاداء بشكل عام، اداء الاهلي النهارده يطمنك. لا يقول لك ان لا احنا بنتعامل مع كل مباراه بالمباراه نفسها بالقطعه. خد بالك، وده شيء جيد في ظل الظروف اللي انت ماشي بيه يعني. لو الكلام ده بيحصل في ظل ظروف دوري منتظم، كل اسبوع بتلعب ماتش او كل 5 ايام بتلعب ماتش وما عندكش ضغوطات وبتاع، اقول لك لا الكلام ده ما يمشيش معايا، ما يبقاش كويس، لان اللي جاي هيبقى صعب. لكن انت دلوقتي في ظل دوري غير منتظم غير منضبط تمام، في ظل دوري صعب، في ظل مؤجلات صعبه جدا، في ضغط الدوري عام، فانت فعلا هو ده التوقيت اللي تلعب كل مباراه زي بالقطع بالظبط، المباراه بمباراه، هي انا بلعب النهارده بس، بفكر في النهارده فقط لا غير، مش بفكر يعني على اللونج ران قدام، لخمس ست مباريات قدام، فابتدي تمام. انا بكلمك على التاكتيك نفسه، خد بالك. فالاهلي في الاونه الاخيره بيتعامل على حجم المباراه نفسها زي ما اتفقنا، الداخليه بيتعامل مع حجم المباراه، فاركو بيتعامل مع حجم المباراه قبليها وهكذا تمام، بيعلى وينزل على المباراه نفسها. ناس تقول لك لا الكلام ده مش صح، ما ممكن المباراه تفلت منك، في ناس ممكن يعني تقول لك لا ما هو الكلام ده مش طبيعي، الطبيعي ان ده كل مباراه بمستوى ثابت. لا، في ظل التغيرات الصعبه دي وفي ظل ضغطه المباريات، لا الامر بيبقى مختلف شويه، لان افكار المدير الفني بتختلف. يعني النهارده مثلا انت قعدت امام عاشور، صح؟ مظبوط. انا كنت هكلمك معركه نص الملعب اللي انت قلت قبل المباراه. انا بقول لك قعدت امام عاشور النهارده بالظبط عشان تقفل على نص، وقد كان انت عملت جيم كويس النهارده، عملت جيم كويس وسيطرت على نص الملعب. من المباريات خد بالك القليله بالظبط للاهلي اللي بشوف الفرقه قريبين جدا من بعض، فرقه النادي الاهلي في الدفاع وفي الهجوم قريبين جدا من بعض، الرجوع الفرقه بترجع بسرعه جدا تمام، في الضغط الفرقه بتضغط بشكل كويس، الثلاثه بتوع مصباح بيضغطوا بشكل كويس. النهارده الادوار بتاعت رامي وربيعه كانت واضحه، رامي ومنعم، رامي ربيعه ومنعم يعني، كانت واضحه في ان هم دايما واقفين في المنطقه اللي قدام تمام. فانت ضغطت على فرقه الجيش، ما اديتلوش مساحه ولا فرصه انه يلعب الكرات الطويله، كل الشوط الاول خدت بالك كلها لونج بولز، كلها على طول كل كرات، فبتروح واحد ضد واحد انت بتسبق في السرعات، او واحد على ثلاثه، فانت خلاص الكره بالنسبه لك ما بتمثلكش زياده العدديه، ما بتمثلكش اي مشاكل. الشوط الثاني كان اهدى بطبيعه الحال يعني، تيجي تقول الشوط الثاني مش عاجبني، ما هو مش عاجبنا كلنا، بس خد بالك ما انت كسبان ثلاثه، هي المباريات كده خلاص، انا حسمت اللقاء، مش محتاج اكسب 6 و7، لا انا محتاج اهدى، بالعكس محتاج اهدى عشان ايه، بحضر نفسي للماتش اللي جاي. انا كمدير فني خد بالك، وانس ان بقت 3-0 خلاص انا بفكر في الماتش اللي جاي، مش بفكر في الماتش ده تمام، لان من الصعب جدا 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 يبقى انا عندي، يبقى انا كسبان 3 وعندي حلول ثانيه هجوميه بره، وعندي لعيبه كمان اقدر اغير وانشط فيهم، وابتدي ابقى قلقان من الماتش. لا انا هبتدي بقى ايه، لا مش هتلعب يا عاشور النهارده، لا خليك يعني كده، هدي بس 10 دقايق لاليو ديانج عشان برضو يبقى موجود معانا، ونريح السوليه او نريح مثلا اكرم وهكذا. هو ده الفكره. عشان كده دايما الماتشات اللي زي دي يا كابتن ايمن، وقلنا مرارا وتكرارا، لازم تكسب بدري. تكسب بدري ترتاح انت كلاعب، تريح المدير الفني، تريح الجمهور اللي قاعد بره. هو كمان خد بالك، ما الجمهور بره خد بالك قاعد بقى برضه على اعصابه، انت ليه بتلعب على قد الماتش؟ عشان هي الامكانيات المتاحه في الوقت الحالي كده، انا لازم العب على قد الماتش اللي قدامي، اعلى مع رتم الماتش، يعني رتمي يعلى مع رتم المباراه، فاهم قصدي؟ انزل لما اكون كسبان، فاهم؟ مش هلعب طول المباراه بقى هاجم وعايز اجيب اجوان واروح ومش عارف ايه واكسب بدل 5 اجيب 6-0، انا مش هقول الموسم، انا في اخر الموسم،
اخر موسم بالنسبه لي يعني انا خلاص انا يعني كام داون خلاص. المباراه بالنسبه لي خلصت الشوط الثاني 3-0، انا مسيطر مستحوذ قدامي فرقه انا مسيطر عليها بشكل كبير جدا جدا جدا، ما عنديش ازمات. الحته الدفاعيه انا فيها جيد جدا، عامل حته دفاعيه كويسه قوي، ما عنديش مش كسبان 3 وعندي خطوره صح، ودي نقطه مهمه خد بالك. انا ممكن ابقى كسبان 3-0 وكل شويه هم رايحين على الجول، كل شويه بيهدد، لكن انا كسبان 3 وانا اللي بهدد، انا المستحوذ، انا اللي بخلق تمام فرص للتهديف، انا اللي دايما بروح على الجول، انا اللي هو اللي عنده المشكله في الحته دي. فالنهارده الاهلي مباراه من وجهه نظري من المباريات الحلوه اللي استمتعنا فيها ب 45 دقيقه كانوا جيدين جدا تمام. الاداره الفنيه كانت جيده، اللعيب في الملعب بتنفذ. شايف النهارده خد بالك برضه يا كابتن ايمن، الحاجات اللي النهارده كانت مهمه جدا، شايف النهارده اللعيبه في الملعب الرغبه كمان مش بس في المكسب، رغبه في الاداء الجاي صح فاهم. يعني النهارده طاهر محمد طاهر يعني كل كره بيقاتل، ضيع بنالتي لكنه عمل جول وجاب جول وعمل 2 اسيست اعتقد تمام، واحده لوسام واحده الشوط الاول وخالد عبد الفتاح فاهم. النهارده اللعيبه يعني عايزه تعمل ماتش حلو. وخد بالك انت من النوادر لما بتلاقي الجيم يتحمل انك اللعيبه عايزه تدي في الملعب. فالنهارده لا، الاهلي اداء النهارده رائع جدا، اداء راقي جدا النهارده، في النهارده شغل حلو، حتى كمان مدير فني نفسه مفتوح النهارده بيعمل لك فاول وبيعمل لك 2 وكورنر بيعمله بشكل مختلف. فالنهارده لا كمان حتى المدير الفني تحسه فايق، تحسه خلاص كانوا 10 ماتشات فرق، النهارده بقى 4 ماتشات انت كسبت 6، فالنهارده بالنسبه له شم نفسه شويه بياخد نفس فاهم قصدي؟ يعني بيشم نفسه. كل ما تكسب الماتشات المؤجله كل انت خد بالك كل ما انت ترتاح طبعًا. كمدير فني طبعا نعم يا كابتن طبعا من 9 ماتشات باربعه حمل عليك، اصبح كمان التخوف الناحيه الثانيه. أيوة. كان الاول عندك انت ضغط عليه، النهارده الضغط عنده هناك يعني ما زلت انت برضو عندك دب. ايوه طبعا ما زلت انت برضو عندك لسه شويه ضغوطات، لكن انت برضو بتقيس على ايه؟ بتقيس على كل ما بتكسب ماتش وليفل الماتشات اللي جايه. انت عندك الماتش اللي جاي داخليه، هتلعب الداخليه وبعدين طلع الجيش، طلع الجيش. فبرضو الامور نتمنى ان شاء الله اهدى بالنسبه لك ان شاء الله شويه، فدول يبقوا ماتشين ويبقى لنا ماتشين تانيين باذن الله تعالى ان شاء الله نكسبهم عشان يبقى الفارق النقاط للاهلي باذن الله الفتره اللي جايه باذن الله رب العالمين. كابتن شريف، يمكن اتكلمت بين الشوطين وقلنا شبهنا الشوط الاول النهارده زي مباراه الاتحاد السكندري، وتوقع البعض ان بسيوني ممكن يعمل تغييرات علشان يدخل في اجواء المباراه، وتوقع البعض الاخر ان هو ما يعملش التغييرات عشان ما يخشش وممكن النتيجه تبقى تقيله عليه. بسيوني بس عمل متاخر شويه، بسيوني برده فضل مصمم شويه زي طارق العشري. لا لا لا، في الشوط الثاني برده ما بداش من بدايه الشوط الثاني ان هو يهاجمك، وبدا برده بعد 10 دقائق او ربع ساعه يدخل في اجواء المباراه ويحاول يهاجم النادي الاهلي. بص يا ايمن، الفروق كبيره قوي، مهما انت فكرت ومهما انت عايز تنفذ، تنازل على فرقه هي البطل، هي احسن فرقه في مصر، هي احسن فرقه في افريقيا، تناول فرقه النادي الاهلي بالكوره كويس، والسيستم اللي بيلعب فيه النادي الاهلي صعب قوي اي فرقه بتلعبك انها تجاريك، حتى لو هتجاريك 10 دقائق، هتجاريك 5 دقائق، هتبقى ليها وجود 7 8 دقائق، بقيه المباراه كلها كلها رايحه لاصحاب الارض واصحاب التفوق واصحاب كل حاجه، واليوم يوم الاهلي كمان من الاول. فاي مدير فني في العالم اجيبه منين؟ ده عايز هليكوبتر تشيله من الملعب. ثلاثه اول هاف تايم مع النادي الاهلي، يا ترى هيحصل ايه الشوط الثاني؟ الشوط الثاني كان الله رحيما به، والدنيا في الفرص اللي راحت للنادي الاهلي ما زادتش. خلي بالك طلع الجيش، هم كانوا اصحاب الارض النهارده. لا طلع الجيش، الجيش الجيش بتاعنا هو اصحاب كل حاجه. ايوه الدنيا كلها النهارده في اليوم ده كانت مرسومه لصاحب الكلمه العليا اللي هي حصلت بثلاث اهداف في الاول. فانا كشيف عبد المنعم ماسك انا النهارده الجيش. ايه العصايه السحريه يا اسامه اللي هنعملها انا وانت احنا الاثنين الكوتشات، واحنا بقى بنفكر كويس، بس هنجيب منين فوارق الامكانيات اللي موجوده في الفرقه دي وفي الفرقه دي؟ انت مش جايب سوبر رانر كمان بديل عندك بيقطع ويهدد ويخليك ما تحاولش تفكر انك هتغير محمد عبد المنعم، لا ده انت فكرت انك تغير محمد عبد المنعم، ما معنى هذا؟
ما معنى هذا انك انت بتغير صمام الامان عندك؟ انك انت بقيتش محتاج الحكايه دي، مفيش ما يهددك. اي كوره بتترد بقت الحكايه، لو هم لعبوا السبع ثمان دقايق اللي انا بكلمك عليهم بقى رد الفعل ليك انت بهدف. انتوا كلمتوا النهارده كلنا اتكلمنا ونسينا واحد، وسام ابو علي السبرنتر والتحرك وطلب الكوره وضرب الجزاء وهدف عالمي حطه وان تاتش بكوره صعبه مش سهله، مش اي حد يعرف يتصرف التصرفات دي. فده احد ده احد الكتيبه اللي كانت موجوده اللي ما اتكلمناش عنه لسه، اتكلمنا على طارق الطاهر عشان وحشنا كويس. لا هو عمل ماتش كويس نديله حقه، لا لازم نديله حقه، طاهر عمل ماتش كويس. انا بقول لك اتكلمنا على طاهر لانه وحشنا وعمل ماتش كويس ويمكن ياخد مان اوف ذا ماتش. اسامه ابو علي النهارده السبرنتر والرغبه في الوصول للمرمى والروح اللي هي الكره بينه وبين حارس المرمى بيطير وعايز ياخدها، خدها مره وما جاتش معاه الثانيه بينالتي. فانت مكلمني على باسيوني، هيعمل ايه باسيوني؟ تعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ غصب عنه في واقع مرير موجود داخل الارض بيحصل. ده راح اعمل له كمان ايه بقى مستر كولر؟ اربعه مره واحده، تعالوا امسك يا قفشه الكوره، ها؟ طلع كل الناس عشان يريحها وبتاع. فبقت في اشكال بالنسبه لي كمان انا كفرقه الجيش، ايه ده؟ اتخضيت، ده في ناس ثانيه بتلعب بيلعبونا 15 دول ولا ايه؟ هينسى اللي خرجوا وهشوف الوجوه الجديده والوان تو والباس السليم وتك تك تك تك. رحت على الجون ثلاث اربع مرات من ساعه ما الناس دي نزلت، راح اعمله في الاخر إيه؟ انت ايه هتهاجمني وناوي تفتح خطوطك؟ طب انزل يا عم ديانج، راح منزل لهم الدبابه، ها؟ اللي راح حتى الدبابه راحت على الجون وشاطت واحده لو بين الثلاث خشبات جون. فانت هتكلمني على باسيوني النهارده؟ باسيوني في اختبار صعب قوي، ها؟ مع فرقه اجمد فرقه في مصر اللي هي متوفقه كمان، ما فيش حاجه بتروح، اللي جايه بتخبط وبتروح بترجل دورك بتك يعني الدنيا ماشيه كمان زي ما انت عايز. فراح منك النهارده سبع ثمان تجوال وجايب اربع تجوال وراح ضرب الجزاء. لا اي حد كان صعب بنعذره في هذا الموقف. بقول لك لو احنا الاربعه الخمسه كده ماسكين فرقه الجيش النهارده ما عندناش حاجه نعملها. يعني لازم يبقى الاول اهني الجيش كمان على 34 نقطه اللي هم عندهم دول. ايوه ده احنا بنهنيهم ان هم وصلوا لهذه المرتبه كويس بالامكانيات اللي موجوده معاهم. يعني لا هو الوضع الطبيعي يكونوا في مكان افضل من كده، يكونوا في افضل، لان هم افضل بدأوا الموسم كويس، افضل مكان في العالم كويس. بس برضه لا مش افضل مكان في العالم، احنا بنتكلم على حاجه ثانيه. لا اسمعني انا بتكلم على لعيبه بس برضه الفوارق الفرديات والمتاحات والامكانيات اللي موجوده بالنسبه للعيبه يعني حلو قوي لحد دلوقتي كده، ويكسبوا لهم ماتشين كمان لغايه اخر الدوري بقوا. لا يا كابتن انا وجهه نظري لا مش حلو قوي، لا هم عندهم امكانيات ممكن يكونوا في وضع افضل. انا من ما شفتش انت بقى حت انا متابعهم اصلا. لا انا متابع الماتشات. انا متابع الفرق النهارده لا ولا النهارده ولا الماتش اللي فات. انا بقول الحمد لله على النتائج اللي بشوفها، ان دول عندهم 34 نقطه كويس قوي، ده لعيبه يمكن عملت مجهود جامد وعايز اقول لك على حاجه، بداوا الموسم كويس في ايوه لما الدنيا كانت ماشيه طبيعيه وكمان بداوا الموسم كويس داسوا وراحوا وعملوا حصل عمل تقريبا لما الدنيا بقى وقفت والمنتخبات راحت والبتاع الفرقه في فرق بتفك منتخبات ما عندهمش حد في منتخبات دول. يا عم ما هو الكوره كانت واقفه الفرق في فرق لما بتفك ايوه ها أي. بنسرحهم ما اعرفش نجيبهم تاني فدي في الكوره موجوده ريحوا اول ما ريحوا عادل مش هتعرف تلم الفرقه دي تاني خلاص او ده الوضع اللي هم فيه. طيب كابتن اسامه مستر كولر تفوق على باسيوني من البدايه للنهايه لدرجه ان باسيوني ما كانش عنده حلول. طب خلاص ما هو النتيجه قلت لك خسران بقاله كذا ماتش في الاسابيع الاخيره واخرهم 4-1 من زد الماتش اللي فات، عشان كده انا قلت لك عمره ما هيفكر في الهجوم في الطبيعي قدام النادي الاهلي، بس انا بتكلم كمان في الظرف الهزايم اللي حاصله في الاسابيع الاخيره واخر اسبوع 4-1 من زد هتخليه قلقان وعايز يحافظ في خطوطه ورا، لكن ده كمان ما حصلش. دفاعات منهاره هو اصلا واقف ورا ومع ذلك في مساحات للنادي الاهلي. انا بقول لك دفاعات منهاره
مساحات غير طبيعيه لطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح، مساحات غير طبيعيه لحسين الشحات وكريم فؤاد في الجبهه الشمال وفي الجبهه اليمين، مساحات كبيره جدا في نص الملعب، في تفكك غريب. انت قدرت تجيب ثلاث اهداف، فالامور اتلخبطت منه يعني مش ما عرفش يلمها وحاول الشوط الثاني، ولكن النتيجه بتاعت الشوط الاولاني كبيره. كويس، هو ايه السيناريوهات اللي كانت في بال كابتن عبد الحميد مسوني وهو بيلعب النادي الاهلي قبل المباراه؟ في المباراه دي بالتحديد، انا بتكلم على النادي الاهلي، ما انا بقول لك في المباراه دي بالتحديد. فانا قلت لك ثاني، انا برجع تملي، برجع تملي ظروف المباراه اللي قبليها. ليه؟ لان انا لما اجي العب النادي الاهلي وانا اتحطيت في المواقف دي وانا كسبان قبليها، ببقى انا قدام مجلس اداره النادي، اللعيبه نفسهم فايقه مبسوطين، فلما يجي يلعب قدام النادي الاهلي او الطبيعي ان هو 80% هيتغلب او 90%، لكن لما بيجي جاي كسبان كمان مش فارقه معاه، بيبقى عنده جرأه انه منتشي. عنده منتشي وعنده رصيد، حتى لو الطبيعي انه يخسر من الاهلي عادي، لكن هو جاي خسران 4 فاقصى طموحاته انه كان يحافظ على المساحات ورا ويبقى مساحات مقفوله المفروض الطبيعي، وان ما يجيش فيه جون يطول الوقت، يمكن على امل يخطف كوره يطلع بنقطه كده، لكن هو الماتش اتفتح بقى منه. كويس، هو حتى لو بعض الفرق طبعا بتكون كسبانه الماتش اللي هو قبل ماتش النادي الاهلي، ولكن بيبقى عارف ان في فوارق بينه وبين لعيبه النادي الاهلي كبيره. فبالرغم ان هو كسبان اللعيبه روحهم عاليه، ممكن تشوف الحماس ده ودوره في الملعب، انما هو برضو بيلعب، ممكن يلعب بنفس الاسلوب، هيقف في نص ملعبه ماشي، هيضغط على بتوع النادي الاهلي في نص الملعب بس، مش هيفتح الملعب. وهو ده اللي عمله كابتن عبد الحميد مسوني النهارده، وبعض المدربين ممكن يعملوا كده حتى لو كانوا كسبانين، انما بتحس ان في جوه فرقه طلائع الجيش في الملعب لا، في تفكك، في حاجات غريبه جدا. طيب ما هو انا بقول لك، ما انا قلت لك حتى مالهاش علاقه بانه خسر الماتش اللي فات، هو طلائع الجيش اخر 10 ماتشات بقول لك كسب ماتش واحد ماشي. ما انت بتقول دلوقتي يا ايمن جاي من هزايم متتاليه، والمباراه الاخيره كمان خسران 4، فطبيعي هيجي قدام النادي الاهلي اللي هو الاقوى اللي هو بينافس على الدوري، انه يحاول يحافظ على الخطوط مقفوله، يحاول ما يجيش فيه جون بدري، يحاول ياخر الجون، يحاول هو يخطف كوره، فممكن تساعده ان يطلع بنتيجه مثلا تعادل بتاع، لكن الماتش اتفتح منه كمان يعني الثلاث اهداف سريعه. وانا مع كابتن شريف في جزئيه طب نستاذنك قبل ما تكون مع كابتن شريف، هنطلع على فاصل ما تسيبه وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع بعض. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين العزيز محمد الباز، وبعدين هنبقى نكمل مع كابتن شريف وكابتن اسامه. ارجع له عشان هو مش عارف هيرجع على ايه. طب قول له انت كنت عايزه ليه؟ مع كابتن هشام بيقول لك هشام بيقول لك ان شاء الله انا طيب نرحب الباز الاول. نورنا باز، مبروك للنادي الاهلي. مبروك، مساء الخير على الكباتن، مبروك طبعا. النهارده في حاجات ايجابيه كتيره جدا. 4-0 كنا بنقول مع حضرتك يا كابتن ايمن قبل المباراه، عايزين بقى نخرج من عبايه 2-1 اللي اتكررت كتير، ونرجع بقى لثلاثيات ورباعيات الكولر يعني. بس احنا توقعناها قبل المباراه يعني. طبعا يعني احنا بنتكلم على فريق الطلائع، فريق عنده مشاكل كبيره جدا في النواحي الهجوميه وحتى الدفاعيه، معدلات التهديف من اقل الفرق مقارنه بعدد المباريات اللي لعبها، استقباله للاهداف، واحنا كنا بنتكلم قبل المباراه كابتن هو من الفرق اللي هي بالماينس، يعني احنا يعني في 7-8 فرق ماينس 3 مظبوط، ماينس 7 النهارده خلاص بقى ماينس دخل فيه 30 واحرز 23 مظبوط، من 27 النهارده 28 مباراه، فبالتالي كمعدلات الفريق بيقول او الارقام بتقول بجانب التحليل الفني ان لا، النهارده الاهلي السكور 4-0 قد يعني الاهلي عنده فرص اكتر ان هو يحرز اكتر من 4، وده هنستعرضه مع بعض بالارقام يا كابتن ايمن والكباتن برضه. انا عايز اقول لحضرتك ان النهارده احنا عندنا يعني النهارده النتيجه ب4 والرباعيات كولر هذا الموسم دي السادسه، كنا بنتكلم الثلاثيات خلاص دخلنا في الرباعيات يعني.
فيعني ست مباريات هذا الموسم بنتيجة 4 لمارسيل كولر مع النادي الأهلي، فده برضو حاجة إيجابية. يعني النهاردة 4-0 الاستحواذ، انتهت المباراة ب 70% للأهلي 30% للطلائع. تسديدات بقى كابتن النهاردة رقم يعني كبير جدا، يعني احنا دايما متعودين الأهلي يعني أقصى رقم وصلنا له 15-16 تسديد، النهاردة بنتكلم في 23 تسديدة منهم 10 تسديدات على الثلاث خشبات المرمى. من ال 23 تسديده يا كابتن في 7 تسديدات من خارج منطقه الجزاء، وده رقم برضو فيه يعني ملفت بان هو فيه تطور وفيه طبعا اتجاه للحلول اللي هي تسديدات من خارج منطقه الجزاء. لان احنا كنا بنتكلم مع حضرتك قبل المباراه ان النادي الاهلي احرز 6 اهداف من طبعا اللي النهارده بنتكلم في 48 هدف، في 6 اهداف من داخل منطقه الجزاء. مزبوط. من واقع كان قبل المباراه 109 تسديده، النهارده بنتكلم عدد تسديدات غزير جدا 10 على الثلاث خشبات. طلاع الجيش عنده 8 تسديدات 2 فقط على المرمى او على الثلاث خشبات. الاكس جي عند طلاع الجيش قد يصل يعني هدف ونص او يعني قد يصل لهدفين، تخيل من واقع التسديدات، لانها لا ما بتشكلش خطوره كبيره جدا ولكن كان ممكن يصل لهدف. اما النادي الاهلي كان يصل لسبع. داخل فيها ركله الجزاء؟ داخل فيها ركله الجزاء، لان ركله الجزاء كاكس جي بتاعها اصلا بيعدي ال 70% من المتوقع ان هي تيجي جول، فبالتالي كسكور بتاعها او الويت بتاع ضربه جزاء عالي. بالظبط. فبالتالي هو وصل للشكل اللي احنا شايفينه من الاكس جي النهارده لطلاع الجيش. على الناحيه الثانيه النادي الاهلي طبعا كان ممكن يصل لسبع اهداف، لان احنا بعد كده هنشوف الفرص. النهارده كان عندنا فرص 16 فرصه منهم 5 فرص محققين، وده رقم كبير النهارده. يعني الارقام بتاعه المباراه النهارده من الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي في صناعه الفرص والتسديدات والمحاولات على المرمى ارقام كبيره جدا، ارقام كلها ايجابيه. الناحيه الثانيه طلائع الجيش يعني وصل لسته، كان منهم عندهم الفرصه الوحيده المحققه. التمريرات الصحيحه عندهم رقم قليل جدا 147 تمريره صحيحه من اجمالي يا كابتن، يعني 250 260. كم تمريره؟ من اصل كام تمريره؟ من اصل يعني ما وصلوش 300 تمريره، يعني انا بتكلم النهارده 147 فقط صحيحه، وحتى الدقه 73%، وده اللي كنا بنتكلم عليه قبل المباراه. يعني هو من الفرق من اقل الفرق في التمريرات وفي الاستحواذ يعني، فبالتالي انعكس النهارده ان متخيلين النهارده 147 تمريره صحيحه، النادي الاهلي 512 تمريره صحيحه، دقه بتاعتهم 89%. لا وكمان في حاجه، المكان اللي فيه التمريرات الصحيحه دي في الملعب هنتكلم عليه برضه. بالظبط. يعني احنا هنعرض التمريرات كانت فين، تمريرات طبعا فيها تمريرات قصيره الخطوط، تمريرات في الثلث الاخير، والتمريرات طبعا في اماكن كريتيكال في ارضيه الملعب. علشان نوضح اكتر، النادي الاهلي 512 تمريره صحيحه، بنتكلم 146 تمريره في الثلث الاخير، منهم 111 تمريره بشكل صحيح بدقه طبعا 76% للنادي الاهلي. الناحيه الثانيه تمريرات يعني قليله جدا عند طلاع الجيش، حتى ان هم وصلوا في الثلث الاخير عند النادي الاهلي بتمريرات قليله جدا 56 تمريره، ولكن لا تشكل خطوره دقتهم حتى 61%. عايز اسالك سؤال يا باز، احنا هنا الفرص 16 و6 الجيش، انت وصلت لخمس عندك 5 فرص محققه من ال 16. مظبوط. صح؟ صح. يعني احنا كان عندنا 16، نسبة التهديف بتاعتنا 4 اهداف، صح؟ يبقى النسبة المئوية تبقى بتاعتها كام مثلا؟ احنا من ال 16 فرصة بشكل انت يعني 35-40%. لا بس انت جبت 4. الباز بيقول لك منهم 5 فرص محققة، يعني فاهم؟ ما هو دي بقى اللي انا عاوز اسألك عليها. انت بتتكلم على 35% نسبة مئوية لو حسبتها يعني. مظبوط. الخمسة المحققين دول هم دخلوا اهداف ولا في فرص اعلى من الاهداف؟ مثلا الهدف بتاع عمرو السولية، يعني هدف عمرو السولية فرصته اقل من البنالتي. مظبوط. عشان كده هي بتتعكس على طول في الاكس جي. لو هم عشان الاربع اهداف الفرص المحققه، الاربع اهداف والبنالتي معاهم الخامس، هو البنالتي مش محسوب ان هو فرصه، ولكن هو بيعلي الويت بتاعك اكس جي ان انت كتصل فيها لهدف متوقع ونسبته عالي. طب ولو الخمس قصده ايه؟ قصده الخمس فرص محققه دول احرزت منهم 4. مظبوط. بس كده. فانت هيبقى منهم الاربع اهداف. ايوه بالظبط. تمام. طيب بعد كده الفرصه الخامسه تتحسب ازاي؟ من سهولتها ولا يعني
صحيح. انت ممكن أولا تكسبها ازاي؟ طيب الكواليتي الخاص بالفرصه، لانك انت عندك 16 فرصه بشكل عام، فرص انت وصلت بيها لمرمى الخصم بعدد تمريرات مفتاحيه كثير، فانت وصلت بيها ولكن مش كل الفرص ديت تترجم اهداف. الفرصه اللي هي ما اتحسبتش كسكور ده وتم ترجمتها لهدف، الفرصه دي الكواليتي بتاعها ان هي نسبه توقعك كاكس جي من الفرصه يعني عالي يعني جدا، يعني شبه انفراد يعني، فاهم؟ مثلا تقريبا يعني مثلا بتاع فرصه طاهر اللي هو والجول اللي هي قدام المرمى، يعني يعني كلها لازم يبقى فيها فينش. لو احنا هنمسك فرصه طاهر الفينش بالظبط، الفينش هو اللي كان فينش في الاخر صحيح. فهي فرصه طاهر فعلا هي الفرصه الوحيده اللي هي كانت محققه 100% لانه كان في مواجهه دي الخمسة والاربع فرص تم احرازهم اهداف بالظبط. وليه وضربه الجزاء كمان يعني فرصه محققه انت بتقول 70%؟ لا 82% كنسبه علميه كاكس جي هدف متوقع من ضرب 70%. طبعا لان بتتخطى ال 70% اللي انت متوقع ان انت بنسبه كبيره ان انت تحرز هدف من ايوه. بس لو شلت البينالتي وبنتكلم على الخمس فرص، النادي الاهلي جاب اربعه، يعني بتتكلم عن 80% انت قدرت تستغل الفرص. مظبوط، لانك انت من واقع الفرص المحققه احرزت اربعه من خمسه بالظبط، والخمسه اللي ضاعت لما تيجي تقسم مظبوط بالظبط كده. افهم اوكي. يعني ده بالنسبه للفرص. كمان انت الفرص ديت لو بنترجم على التمريرات المفتاحيه اصلا منها، انت بالاهلي بيوصل ل 10 تمريرات مفتاحيه بالمباراه وده من اعلى الارقام. التمريرات المفتاحيه كمان الفرص اللي هي ما اترجمتش هدف، اللي ما بقتش تمريره حاسمه. حسست لكن ما جاش هدف. مظبوط، فبالتالي لا الاهلي النهارده كمان في مباراه طلاع الجيش الشكل الهجومي بالارقام لا، يعني كان في يعني فرص وتسديدات غزيره، تمريرات عاليه جدا، حتى الدقه يا كابتن ايمن دايما لو تلاحظ في المباريات السابقه دقه النادي الاهلي في التمريرات 82% 83%، النهارده 89%. قربت من 90%. مظبوط، فده معناه ان الميس باص النهارده عند النادي الاهلي مش كتير. فدقه التمريرات كانت ممتازه وكمان كانت في الثلث الاخير. الاستوديو الجاي تحضر لنا كده الاهلي جاب الاهداف بتاعته اللي جابها كلها يعني عددها يعني هو 48 هدف 48 هدف. احنا قبل المباراه كان في 36 هدف من داخل منطقه الجزاء. تمام، كان من واقع 175 تسديده من داخل منطقه الجزاء. تمام، الاهلي سدد 109 تسديده من خارج منطقه الجزاء احرز منهم 6 اهداف، ده قبل المباراه دي. تمام، وكنا بنتكلم مع كابتن ايمن حتى في اليورو، وده ملاحظ ان اعداد الاهداف من خارج منطقه الجزاء على مستوى العالم والدوريات الكبرى قلت. ليه قلت؟ علشان حراس المرمى في انتباه كبير جدا، في بياخدوا وضع كويس جدا، بلس ان في تكتلات، في ناس بتقفل، الموضوع مش سهل ان انت تسدد وتيجي جول. فنسب احراز الاهداف من التسديدات من خارج المرمى بقت اصبحت قليله، وده ملاحظ في حتى في اليورو الحالي. بقت في الكوره كلها علشان الناحيه الدفاعيه كمان. مظبوط، حته السبورت على الكوره ما بخلكش تشوت، الحاجات دي كلها صحيح. وبعدين عشان كتاكتيك وحضراتكم بتشرحوا فني بقى، بنشوف اللمسات بتاعه الفريق داخل منطقه الجزاء. فعدد اللمسات بتاعه كل فريق داخل منطقه الجزاء، وده دايما اللي كان بيشير عليه توخيل، يعني دايما يقول لك انا بقيس قوه الفريق من الناحيه الهجوميه بعدد لمساته داخل منطقه الجزاء. ايوه، فنرجع للارقام سريعا يا كابتن ايمن علشان نكمل بقى الشكل الدفاعي كان عامل ازاي. خلاص التمريرات، وشفنا التمريرات المهمه كانت في الثلث الاخير. النهارده الاهلي ما عملش اللونج بول بشكل كتير زي ما متعودين، الاهلي بيوصل ل 45 و50 تمريره طوليه في المباراه الواحده. النادي طبعا طلع جيش 38 منهم 16 بشكل صحيح بدقه 42%، النادي الاهلي النهارده رقم قليل 23 15 منهم بشكل صحيح بدقه 65%. الكروسات النهارده عند النادي الاهلي 15 منهم 5 بشكل صحيح، وده رقم يعتبر قليل. يعني احنا يعني الكروسات النهارده، واحنا عارفين الاسباب حضراتكم شرحتوها وممكن تشرحوها تاني بالتفاصيل، الكروسات نفسها واستغلالها عندنا بعض المشاكل فيها. الدقه 33%. الركنيات النهارده 10 ركنيات للنادي الاهلي مقابل 3 ركنيات لطلاع الجيش. كسبنا الكره النهارده، يعني الارقام متقاربه. كسب الثنائيات، النادي الاهلي النهارده التحم كثنائيات في 71 مواجهه او مره، منهم 35 بشكل صحيح بدقه 49%. الناحيه الثانيه عند طلاع الجيش، لان دايما الضغط كان عليهم، وفي حاله طبعا ما يستلموا الكوره كان في دايما مواجهات، فدايما استخلاصات زي ما احنا شايفين وصلوا ل 39 مره بشكل صحيح بدقه 53%. ده الشكل الدفاعي النهارده، وشكل طبعا الكاونتر بريسنج اللي دايما الاهلي بيعودنا عليه، ولكن شكل الضغط مختلف. الضغط كان المباراه كانت سهله كابتن،
صح. المباراه كانت سهله يعني آه. فما شفناش فيها مزبوط. حاجات اجريسيف فيها اكشنز اجريسيف آه. اكتر في كسب كوره او استرجاع كوره بشكل كبير. طاهر المباراه انتهت بدري وكنا احنا كنا كانت الارقام بتقول لنا كانديكيتورز او يعني دايما يا كابتن الارقام بتقول لك بعض التنبؤات ممكن ما تكونش صح لان في ارض الملعب 90 دقيقه بتقول حاجه تانية. كانت الارقام بتقول لنا ان الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من 4 النهارده مزبوط. على الارقام بتاعه طلاع الجيش وتحليلها يعني. طاهر النهارده يعني يعتبر هو رجل المباراه يستحق طبعا بغض النظر عن اضاعه ضربه الجزاء ولكن ارقامه النهارده عمل تمريرات حاسمه واحده وجاب جون وعمل اسيست لمس الكره 63 مره التمريرات عنده النهارده 43 تمريره منهم 38 بشكل صحيح بدقه 88% يعني انت بص يا كابتن لمس الكوره 63 في 90 دقيقه يعني انت عندك بعض الوقت هو ما لمسش فيه الكوره بس معظم الوقت هو لمس فيه الكوره في 90 دقيقه ده رقم برضو يحسب لطاهر النهارده لانه شفناه في النواحي الدفاعيه كتيره والتحم 10 مرات كسب في كسب الثنائيات او المواجهات الثنائيه كسب منهم 5 بشكل صحيح سدد على المرمى النهارده 5 تسديدات منهم 2 على الثلاث خشبات حتى التمريرات الطوليه كان ليه مساهمات فيها سريعا عشان نترجم بعض الارقام دي قبل المباراه كابتن ايمن وحضرتك حتى لاحظناها ان نقاط الضعف عند فريق طلائع الجيش هناخد عنوان واحد وحضراتكم طبعا بتكلموا بالتفاصيل العنوان اللي هو طبعا عدم الربط والتناسق ما بين الخطوط خط الوسط وخط الدفاع دايما في مساحات زوايا التمريرات مفتوحه حامل الكره ما عليهوش اي ضغوط بيلعب الكره بسهوله جدا عندنا بعض بالرغم من ان هم متمركزين في نص ملعبهم يبدو ان هم تكتل زياده بالزبط. عدديه ولكن يعني تواجد وهم. بص اهو ده يا كابتن بيتكلم عليه بالظبط يعني بص شوف المساحات نقف بس نقف عشان نشوف الفجوه والمساحات اللي ما بين الخطوط وما بين اللعيبه هنا يعني ما بين اللعيبه يا كابتن هنا معانا الكوره في حاله حاسه الكوره بص الفريق واقف ازاي مساحة صح. كبيرة جدا بتسهل على حامل الكرة، احنا كان ممكن التحركات يعني احنا في ثلاثة ناحية الشمال الثلاثة واقفين جنب بعض لعيبة الأهلي. مظبوط. كان في فرص إن حد ينزل حد يروح على الشمال يعني حضراتكم طبعا هتشرحوا بالتفصيل أكتر ولكن ده كانت من أهم نقاط الضعف عند طلائع الجيش بتسهل على الخصم إن هو يلعب الكرة بسهولة التمريرات هنا بنتكلم عليها الأهلي دخل منطقة الجزاء أو الثلث الأخير عند الناحية الثانية بقى الشمال هناك فاضية خالص فبالتالي هو القرارات ممكن الفينيشنج عندنا كان في استعجال ده الشكل العام لفريق طلاع الجيش برضو الامثله اتكررت كتير جدا نكمل كان بعض الامثله بالشكل دوت كان عند الاهلي فرص كبيره جدا يعني ده برضو مثال تاني في طبعا احنا عندنا الكاونتر بريسنج استخلاص الكره سريع بنرجع مساحات بقى هنا عندهم سوء في التمركز حتى في الضغط يعني الكره هنا بص يا كابتن في مساحه ناحيه اليمين عندي فاضيه خالص عندهم حاجه غريبه جدا عندهم بطء رهيب جدا في التحولات مظبوط سواء من دفاع لهجوم او من هجوم لدفاع مظبوط بس انا طبعا الحالات الفنيه مع حضراتكم هتكلموا عليها اكيد بالتفصيل ولكن ده العنوان اللي احنا كنا نربطه بالارقام ونربطه ما قبل المباراه ويعني 48 هدف يا كابتن معدل صحيح. تهديفي عالي جدا فالاهلي ينفرد كده في يعني بقوه في الناحيه الهجوميه كان في الرقم السلبي اللي اتكلمت عليه في الكورسات ال 15 منهم 5 بالظبط ده رجع لعدم وجود هاني مظبوط وعلي معلول صحيح هتلاقيه في كم الاوفرات هيبقى اقل والدقه هتبقى اقل علشان متمرسين اكتر من خالد اللي ما بيلعبش بقاله فتره و كريم فؤاد اللي بيلعب ناحيه الشمال مش برجله الشمال علشان كده تلاقي الرقم ده دايما لو رجعت ارقام الاهلي المباريات اللي فاتت هتلاقيها اقل كتير وهتفضل قليله لانك مش هتستخدمه كحته كورسات ارد على حضرتك بقى بحته ايجابيه يعني كريم فؤاد بقى بدانا نشوف في اخر مباريتين او ثلاثه الدبل باصص مع حسين الشحات وبقى يخشوا الاختراقات من العمق والكور على الارض ايوه هو عدلته او يعني ولكن انت بتقلب معانا بشيء ايجابي اكتر ما هو بيروح لامكانياته مظبوط يعني علي معلول دايما او محمد هاني تبص تلاقي حته الثقه في الكروس عندهم فبيروحوا للمكان ده هو مغمض اوتوماتيك عنده السنس بيروح للمكان ده يعني هو بيشتغل عشان يوصل للمكان ده عشان يعمل كروس صحيح لكن انت لما ما تكونش عندك الفينشنج الصح فانت بتروح للمكان او اللعبه الاخرى اللي هي دبل باس تدخل على جوه ممكن ترجعها لتحت لكن مش تعمل اللي هو التمرس بتاع علي وهاني مظبوط كل التوفيق للنادي الاهلي بقى في المباريات القادمه ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا كابتن شكرا جزيلا يا باز شرفتنا ونورتنا شكرا يا كابتن طيب كابتن اسامه
كمل. اتفضل كمل. انا وقفت على ايه؟ لا قول بقى انت وقفت على ايه؟ عشان عادل بقى، عادل بقى له ساعه بيتكلم. كابتن لو سمحت. انا سبته، انا كنت هسيب عادل والباز لوحده. كابتن لو سمحت. بص انا عايزه يقول هو كان واقف على ايه. انا اكمل من اول ما قلت ايه زي ما الكابتن شريف. بس بس لا ما اكمل. ايه الموضوع بقى؟ ايه الموضوع؟ ماشي الموضوع. لا كابتن شريف، المهم يا اسامه اللي بيني وبينك مش عايزين حد يعرف. بص في شيء في الكوره اسمه توفيق. بمعنى ايه؟ انت ممكن احيانا في مباريات بتعمل فرص اكتر من كده بكتير والفرصه تتاخر. انت النهارده تقريبا الثلاث كور الاولانيين من اول ثلاث فرص او اربع، ولذلك حتى الباز قال خمس فرص محققه جبت منهم اربعه. استغليت الفرص استغلال جيد جدا طبعا. فدي كمان صعبت على الجيش. انت جبت جون في الدقيقه 12 وجون في الدقيقه 34 وجون في الدقيقه 37. مع التفكك اللي كان الباز دلوقتي بيشرحه، اللي شفنا المساحات اللي مفتوحه وكده، فالامور بتبقى صعبه احيانا على المدير الفني ان يرجع فرقته للجيم تاني. فانت لما بتكون بتلعب فرقه زي النادي الاهلي وخسران 3-0 وفرقتي كمان فيها تفكك، فبتبقى في صعوبه على عبد الحميد بسيوني. هو الشوط الثاني للعوده طبعا صعب. اقصى امله الشوط الثاني يوقف الناس، تطلع النتيجه 3-0، اذا عارف يخطف جون يخلي المنظر احسن شويه. لكن بقدرات الفرقه دي واليوم ده اللي هي النادي الاهلي فيه متفوق وثلاثه وفرص وبتاع، مش في ذهنه ان هيقدر يعوض الثلاثه ويرجع لان احنا شفنا في ماتشات في فرق شفنا كانت بتبقى مغلوبه ثلاثه وتتعادل وممكن تكسب كمان الشوط الثاني، لكن هو ما كانش عنده القدرات دي. فهو حاول، ولكن النادي الاهلي كان مسيطر تماما على المباراه وقدر يجيب جون وضيع ضربه جزاء وكان ممكن يعني يزيد حصيله الاهداف. فالنادي الاهلي كان متفوق بوضوع طبعا النهارده. الايجابيات كابتن عادل كانت كتير النهارده. ايجابيات النادي الاهلي النهارده مكسب كبير طبعًا. اداء جيد طبعًا. احنا دايما بنقول ايه في المواقف الصعبه دي وضغط المباريات ممكن ما نلاقيش اداء جيد. لا النهارده كان اداء النادي الاهلي اداء جيد جدا. النادي الاهلي كان فارض سيطرته طوال المباراه. النادي الاهلي حتى وان هديوا اللعيبه شويه الشوط الثاني، ولكن كان هو المسيطر، هو الافضل، هو كان الاكثر اصرارا كمان ان هو يزود النتيجه، هو كمان اكتر وصول للمرمى. فتقريبا النهارده زي ما بنقول لعبا ونتيجه. كل ما بيحصل في تدوير في الفرقه كتير يا كابتن ايمن، كل ما الاداء بيتحسن كتير. ليه؟ طب لحظه بس. لا احنا انت بص، احنا قلنا قبل كده وانت قلت الجمله دي، ان نكسب لما بيبقى ده. لا لما بيبقى في تدوير كتير احيانا بيأثر على الاداء الفني ولكن سلبا مش ايجابي لما يكون في تدوير كتير. لا لحظه، انا بكلمك في ظروف غير عاديه، هي الظروف الغير عاديه. انت بتتكلم التدوير بيجي في ايه يا كابتن ايمن؟ فالمباريات الصعبه يبقى يعمل اداء غير جيد. فاهمني؟ يعني عايز اقول لك حاجه، انت لو النهارده كان المباراه بيراميدز كان ممكن ما يبداش بالتشكيل ده، كان ممكن مش هيبقى في تدوير. لا مش ممكن، كان اكيد مش هيبدا بالتشكيل، مش هيبقى في تدوير خالص. انا مالي طيب ماشي. لا كان انت بتقول كان ممكن، انا بقول عليه ما كانش هيبدا بالتشكيل كابتن، ما كانش هيبدا كده خالص ولا كان هيبقى في تدوير خالص. انت بتتكلم على ايه؟ طب لحظه عندك اداء جيد جدا النهارده وعندك نتيجه تقيله حلو، سيبك من الجدول ان احنا عندنا الداخليه وعندنا طلاع الجيش الماتشين اللي بعديهم. تمام. نفترض ان كان عندك الماتش جاي بيراميدز. تمام. كان مستر كولر هيساب التشكيل اللي بدا بيه النهارده؟ لا لا طبعا. اوعى تفتكر ان اللعيبه دي عشان احرزت اهداف النهارده هي اللي هتلعب المباراه القادمه في الفتره دي، مش معظمهم. لا ما انا قلت لك، عشان كده انا قلت لك اوعى نتكلم على تشكيل او طريقه لعب اللي هو عايز يلعب بيها المدرب في الوقت ده. الوقت ده وقت غير عادي يا كابتن ايمن، اللي هو ما ينفعش فيه انك انت زي ما انت بتقول لي دلوقتي. ايه انت بتقول لي؟ يعني اللعيبه اللي هي بعيده بقت كويسه، المفروض لما يبقى في تدوير ما يبقاش في اداء كويس. لا، ومين اللي قال لك انه مع قوه المباراه ممكن اللاعبين الحافز بتاعهم ان يحجز مكان في التدوير؟ ما انت برضو كل لعيب عنده امل انه يعمل حاجه كويسه النهارده عشان يعتمد عليه في القادم. تمام.
احنا في نهايه الموسم. بس انا كمدير فني عندي قناعات. انت لا انت في نهايه الموسم. انا لا ايه انا كمدير فني عندي قناعات. كابتن انت نهايه الموسم كله ليه اهدافه. المدرب اهدافه البطوله كويس، واللاعب ليه هدفين، البطوله والاستمراريه يا كابتن ايمن. البطوله والاستمراريه كي. انت بتتكلم في نادي كبير، انت بتتكلم عن بعض اللاعبين. انا مش بتكلم على بعض، كل اللاعبين في النادي، كل اللعيبه. اي لعيب بيلعب في نادي كبير لا يامن لا الا نادرا الا اللعيبه الافزاز، اللعيبه السوبر. لكن خلي بالك دائما على مدار التاريخ الفينشنج في الانديه الكبيره بيبقى فيها عارف افضل اداء من اللاعبين اللي ما كانوش بيلعبوا المهددين. مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، انا بكلمك على سمه الكوره وصفاتها. فانت ممكن تستغلها من النواحي النفسيه. انت عارف يا كابتن ايمن، انت دلوقتي ممكن في ظل الاجهاد والمباريات والحاجات دي تخلق حوافز اخرى بعيده عن الملعب. يعني انت مثلا لاعب زي محمد طاهر النهارده اداؤه كان مميز جدا، بقاله فتره طويله اداؤه ما كانش مميز، وكان بعيد عن الماتشات هتلاقيه رجع. انت عارف طاهر كويس النهارده ليه؟ لانه لعب الماتش اللي فات ولعب شويه استمراريه ولعب شويه في الماتش اللي قبله. بتهيألي يعني احسب له لما كان بيبعد خالص ويجي يخش، وفي اول او في نص السنه او في اول السنه، لا في اخر السنه حاجه واول السنه حاجه ثانيه. دلوقتي اهدافك زي ما انا قلت لك، اهداف المدرب شيء واهداف اللاعب بتبقى فوق اهداف المدرب. يعني المدرب مجد شخصي ليه والنادي، ولكن مجد شخص هو ليه اكتر. اللاعب بيبقى عنده ثلاث اهداف: مجد شخص النادي، استمراريته هو، فوزه بالدوري هو كمان. يعني خلي بالك الموضوع فيه الرغم اللي انت شايفه ده، يعني مستر كولر بيأدي اداء كويس. انا بقول من ناحيه ايه، انا في احيانا احنا كمحللين بنقول ليه ما لعبش ده وليه ما لعبش ده، طب هو ده بعد ليه وده قرب ليه وده ما بيعملش ليه. دايما بقول انه التشكيل للمدرب، واحنا ما بعد التشكيل انت المدرب بيعمل فكره ممكن يعملها بطريقته هو اللي شايف، احنا مش شايفين. احنا بقى ننتقد ايه؟ يعني اي حد ينتقد بعدها ايه؟ تنتقد طريقه تنفيذها، هل كانت صح ولا هل كانت غلط. لكن لا تلوم مدرب انه بيلاعب لاعب وبعدين انت تشوفه ما بعد المباراه. انت ممكن تتوقع ان مثلا طاهر محمد طاهر يبدا المباراه الجايه تمام، ممكن تلاقيه بره حاطه احتياطي لحاجتين، ممكن لانه عدد الدقائق تجاوزها، المدرب الاحمل عايز يديله دقائق اقل للماتش اللي جاي، او ممكن يكون طريقه لعب الفرقه لا تناسب طاهر. لكن افتكر ان في الاخر العدد بتاع اللاعبين بتاعك زاد، العدد اللي يعتمد عليه اعتماد، ما في اعتماد كلي ونسب، في لعيبه تعتمد عليها بنسبه كبيره. يعني مثلا كريم فؤاد اكتر واحد في الوقت الحالي، كريم فؤاد اكتر لعيب في الوقت الحالي نسبه المشاركه بتاعته عاليه لانه ما فيش الا هو. فهي كده كره القدم. طيب خلينا كابتن بلال اكلمك على حاجتين. نهاية الموسم يمكن مستر كولر اتكلم وقال سيبوكم من الكلام اللي بيتكتب، وان لعيب ماشي ولعيب مش هنعتمد عليه، واللعيب ده انا مش عايزه السنة الجاية. نهاية الموسم ممكن تفرق مع بعض اللاعبين، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أهم النقاط الفنية اللي أنت رصدتها ماتش النهار. اللي أنا رصدتها؟ اجاوبك على الاولين الاول. جاوبني على ولا اجاوبك على الثاني؟ لا جاوبني على نهايه الموسم بالنسبه للاعب. شوف نهايه الموسم يعني ايه؟ يعني اخر ماتش؟ لا ولا اخر ماتشين؟ يعني انت في يعني من دلوقتي بالظبط قصدك تقول بالظبط. طبعا تفرق مع مدير فني ومع اللعيب، وتفرق مع قناعات المدير الفني كمان، خد بالك. لا ممكن قناعات المدير الفني في الفتره دي ممكن تتغير. طبعا ممكن تتغير 100% تتغير. تتغير طبعا. طبعا طبعا. استنى اسال الكباتن كلها. في طبعا قناعات تتغير طبعا. يعني خد بالك انا بكلمك في فتره، مش في ماتش او اتنين. ما انا ممكن اخلص الدوري العام واجي العب كابتن عادل يجيب لي جونين ثلاثه، لا مش عايزك.
ماتش مش بالنسبه لي مش رايح جاي، لكن انا في فتره مضغوطه فيها 15 ماتش مثلا، فيها 12 حتى مش 15 10 ماتشات 8 ماتشات 6 ماتشات، خد بالك ممكن قناعاتي تتغير. طبعا مليار في الميه. طبعا مليار في الميه تتغير قناعاتي. هو لا انا هقول لك على حاجه كمان، هو انت مش قناعاتك بتتغير من طب هقول لك على حاجه، هنروح بعيد ليه؟ مش احنا دلوقتي قدام قدام تشكيل صح كده؟ أيوه. طب هقول لك على حاجه، ما انا كنت هاجي لك التشكيل على فكره. هو مش هو دلوقتي مش غير قناعاته من رضا سليم ل طاهر محمد طاهر؟ غير قناعاته، ممكن تكون تغيير لحظي او وقتي ماشي، لكن ممكن طاهر يكمل ماتشين ثلاثه كده، فبالتالي الراجل يقول لك ايه طب خلاص انا اخلي رضا سليم دلوقتي ايه لحد ما اشوف الدنيا تمشي ازاي مع طاهر محمد طاهر، يبقى ده الاساسي بالنسبه لي. تمام؟ حلو؟ تمام، دي قناعات. تمام، انا في النهايه انا كمدير فني عايز حد يكسبني. تمام، عايز حد يادي بشكل كويس، عايز حد يبقى عنده استمراريه خمس ست ماتشات لقدام. وممكن تفرق العكس من حيث عدم الاعتماد عليه بعد كده. طبعا طبعا مليار في الميه. طبعا يعني انا النهارده اقول لك على حاجه، في مدير فني يقول لك ايه انا بص اللعيب ده هلعبه بشكل مؤقت عشان عندي ظروف محدده، لعيب مصاب بس انا واثق ان هو هيقدم مردود ايجابي. بص بغض النظر بغض النظر عن تقديم المردود بتاعه، بغض النظر في مدرب يقول لك بص انا هتفرج عليه، فاهم قصدي؟ هشوفه هاعيد تقييمه. حلو جول من عنده. كابتن ايمن خد بالك، هعيد تقييمه. يعني هبتدي اقيمه. ايوه مش بلعبه عشان اكتشفه، انا بلعبه عشان اقيمه، موجود معايا ولا مش موجود. تمام، هيكمل معايا بعد كده ولا مش هيكمل؟ لعيب بقى هو واداؤه يا يقنعك يا ما يقنعكش. ايوه تمام، خد بالك في مدير فني يحكم على لعيب ان هو عايزه معاه السنه الجايه، عايزه معاه، في مدرب بيقول لك لا انا مش عايزه خلاص، بيحكم على ان هو مش عايزه خالص اصلا في التيم، مش عايزه في السكواد بتاعه. فالنهارده لا، في ماتشات تعيد اكتشاف اللعيبه مره ثانيه، فاهم قصدي؟ ايوه يعني في لعيبه. طب انا اقول لك على حاجه من ضمن مش هروح بعيد، يعني كام على فرقه الاهلي، هو رامي ربيعه مش كانت قناعات الراجل انه يمشي؟ ايوه صح، النهارده رامي ربيعه رقم واحد. مش كده ولا ايه؟ صح، اتغيرت قناعتك في ماتشين ثلاثه في وسط الموسم، ماتشين ثلاثه في وسط الموسم، طلع ادى سجل لاعب اجاد خد ثقه، موجود رقم واحد بالنسبه لي. ما هي يا كابتن ايمن خد بالك، شوف ظروف اللعب تمام بتختلف كل فتره، يعني انا النهارده كان ياسر ابراهيم الاساسي بالنسبه لي، ياسر اتصاب قعد فتره طويله، طب اللي بلعب اصل انت مش جول كيبر كويس، ده لعيب، الامر هنا مختلف من الشناوي لمصطفى شوبير، الامر مختلف مزبوط. انما النهارده انا كلاعب، فاهم قصدي؟ انا النهارده رامي ربيعه، غياب ياسر ابراهيم ثلاث شهور للاصابه خلاني خلاص حطيت رجلي، اديت بشكل كويس، سجلت بعض الاهداف، الراجل بقى عنده قناعات ان هو ايه، ان رامي ربيعه في المكان ده لعيب اساسي منتخب مصر. طب وراح منتخب مصر بيلعب اساسي في منتخب مصر، اساسي منتخب. فانت النهارده القناعات بتختلف من ماتشين ثلاثه، مش عايز اقول لك يعني خد بالك يعني، بس ايه تبقى انت محتاج الماتشات. مش من النهارده السيزون يخلص طبعا. وتيجي مثلا تلعب ماتشين ثلاثه فتيجي تقول لك ايه الله ده جاب جولين. لا يا باشا مش انت بتتكلم في ايه؟ معاك في انا بتكلم لما المدرب احتاج اللعيب فاهم قصدي؟ تمام، فاداله مردود ايجابي فيقول لك اوكي. خد بالك لو قال لو ادى اللعيب مردود ايجابي وجه اللعيب اللي راجع من الاصابه، يعني مثلا بيرسي تاو يرجع يلعب اساسي مثلا، يبقى طاهر محمد طاهر له مكانه فيما بعد، يبقى الراجل هيقول لك لا خلاص يبقى طاهر معايا السنه الجايه مكمل معايا. لعيب انا بديله فرصه بيعمل وبيشتغل وبيأدي وبيسجل ومقنع بالنسبه لي، وهي دي كره القدم يا كابتن ايمن، هي ودي وكلنا كلنا لعبنا بالطريقه دي وقعدنا بالطريقه دي. تمام، يعني مش بس لعبنا بالطريقه دي وقعدنا بالطريقه دي. تمام فاهم. فالنهارده لا، المدير الفني في النهايه عايز اللي بيكسبه، عايز افضل اداء من كل لعيب في اي فتره من الفترات، فاهم؟ فلا، فالنهارده قناعات المدير الفني تختلف طبعا، يعني من دلوقتي انت تختلف، اي لعيب هتحطه في الملعب ممكن يديله مردود ايجابي يخليه معاه، مردود سلبي خلاص يبقى سلام عليكم، ممكن اضطر لعيبك مفيش غيرك ممكن. اضطراري دي حاجه ثانيه، مفيش غيرك. ايوه خلاص انا ما عنديش غيره، ما عنديش حلول. ايوه الحاجة التانية كمان انه النسبة دي ما بتبقاش كبيرة. يعني بيبقى انت عندك اثنين ثلاث لعيبة مثلا، انت عندك لو احنا اعتبرنا الفرقة 100% انت عندك بنسبة 85% انت في عناصر انت عارف ان ومن ال 15% ما بيلعبوش او ال 20% ممكن لو هم 10 لو هم خمس لعيبة ست لعيبة ممكن واحد او اثنين يقنعوني، لكن مش ممكن كل الستة اللي انا مش مقتنع بأدائهم هيغيروا تفكيري يعني. صحيح.
تحسن الاداء الهجومي للاطراف النهارده بما فيهم الظاهرين. اه طبعا حلو حلو. لا بص النهارده مباراه سهله انا بشوفها او انت سهلتها عشان برضو ندي 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 كل ندي كل واحد حقه يعني. يعني الاهلي النهارده سهل المباراه على نفسه قوي، فرص استغلتها بشكل كويس، الاداء كان يعني انا قلت لك حتى المدير الفني النهارده بيبدع في الكرات الثابته، فواضح ان النهارده الجيم بتاع النادي الاهلي صحيح. يعني النهارده لما المدير الفني النهارده يعمل لك الفاول، يعمل لك بالعرض ويحط السوليه يدخل يشوط وطار محمد طاهر يخش يكمل، ما ده تكتيك، ده تكتيك بتشتغل عليه وبتجيده. النهارده المدير الفني يعني دي بس هي كره يعني هي جت هي كانت خبطت في الساعه ارضيه الملعب ممكن ارضيه الملعب وجت في حفره مثلا ولا حاجه، هو داخل يشوطها راح لا هو حطها، لازم كان يدور على ارضيه الملعب كويس. بس انا حتى ارضيه الملعب ماشي يعني بص يا كابتن، لا التماس الاعذار في الحاجات السيئه. ايوه دي كره ركله جزاء وحشه، فهي ركله جزاء وحشه، نقعد بقى نقول شاطها في العارضه وحطها من فوق البتاع وجت ونقعد نختلق الاعذار، ركله جزاء مش حلوه ماشي خلاص. هو يعني اضاعها بشكل سيء في عدم، لكنه هل ده معناه ان هو ما عملش ماتش كويس؟ لا مش كويس جدا. هو في عدم وجود علي معلول واشتغل وسجل وعمل يا راجل، ده زيكو حطها كده. ماله مال زيكو يا كابتن؟ زيكو حطها بره بس مارادونا حطها بره. بس هو في عدم هو انا بقول لك وانا بقول لك لعيب وحش. انا بقول لك لا انا بكلمك على البنالتي يعني بحقه. لا طبعا لا طبعا يعني احقاقا للحق النهارده عمل ماتش كويس هايل بصراحه، سجل هدف وصنع هدف واجاد في الملعب. أي مش أي بس التسجيل والصناعه واخد بالك، فوارد ان هو يعمل ركله جزاء زي كده يعني. بس هو في عدم وجود علي معلول احيانا كنا بنشوف وسام بيتابع سوليا مثلا، سوليا شوط لا وسام يشوط، وسام ابو علي كان بيشوط، رامي ربيع احيانا بيشوط، ولكن ممكن يكون طاهر يعني مستر كولر قال له ادخل شوط. أكيد طبعا أكيد عمل أسيست ماشية من نفسه يعني عشان ماشية الكرة ماشية وأنت بتأدي حلو، فالمدير الفني يفتح نفسك فيقول لك شوط عوض هو بالشوط بس عمل عمل بعديها وعمل بعدها ثرو باس حلو قوي لوسام الرابع حلو قوي. لو معانا بقى بعض الحالات يا ريت والأهداف لو جاهزة نقدر طيب يا ريت ماشي أنا قاعدين نتفرج عليها. اتفضل يا كابتن شريف. ده من بداية المباراة، دي من بداية المباراة يا كابتن شريف. احنا بنتكلم على تمركز دلوقتي فرقة طلائع الجيش اللي هي كلها راجعة لورا وعايز تعمل كاونتر اتاك، ولكن بيدونا الكورة برضو ميس باص كتير عندهم. انت بقى عندك حالة الكومباكت بتاعك انت اللي ضغط عليهم من فوق، هيدوك الكورة دي تاني. بص ايوه بص خد بالك الكورة دي ماشي امشي بص بيدوك الكورة تاني يعني بياخدوا الكره يدوها لك تاني، فما عندهمش احتفاظ بالكره ولا رؤيه ولا ما نبقاش بس الكره بس. ودي التوغلات اللي انت من الاول عايز تعمل اختراقات اذا كان من الاطراف من العمق ما فيش زياده على الكرات الثابته بقى اللي احنا كنا بنقول ان فيها شغل يا كابتن. طبعا حلو. بص يا كابتن النهارده بقول لك كان كلمني انا اسف يا كابتن شريف، بس النهارده كان في شغل حلو قوي في الكرات الثابته تحركات في الكرات الثابته. هو الراجل كان النهارده بص عملت ازاي واحده الثانيه بيلعبها للجاي مخترق من يعني كان في شغل عالي بصراحه في لا والوان باس والرؤيه طب والتحرك يعني كل ده تحس ان ايه روح امام عاشور لو موجوده في الحتت دي الحاجات دي كلها تك جول. لا شويت وعنده رؤيه ومدربين عليها. بص برضو واحده ثانيه كده امتى بقى امتى الكلام ده في 48 ساعه ولا في المحاضرات اللي حصلت ولا في الكره بتاع طاهر محمد طاهر اللي الماتش اللي قبله عملها لحسين الشحات خدت بالك. فكل ده من الحاجات اللي حصلت النهارده. انا ما بطلع من الماتش النهارده بكوره شايف كوره بص الباص والتحرك والرؤيه للراجل اللي جاي الخلفي هارد لك طبعا ان انا اعتقد لو كان اللي ورا رامي كلمه ممكن كان هو اللي يجيب الهدف ده ما جاش جه غيره يعني فاهم قصدي انا ايه يا كابتن اسامه تاني هاي. بس انا اسامه اتفضل انا عايز اقول لك على حاجه فرقه طلائع الجيش رايحه ببطء قوي على الراجل اللي رايح الكوره، سايب الراجل اللي هو ناحيه اليمين عشان يشحد لوحده يعني مدينك فرص كمان النهارده تعمل اللي نفسك فيه بمساحات صح بترين وانت عارف تستفيد خد بالك. ما هو الفكره كلها انك تستفيد. كان طاهر اللي ورا راشد لو جبت الكوره دي تاني كده جبتها تاني لو جبتها تاني ممكن نجيبها تاني بعد اذنك معلش كل اللي حصل ده من انت عايز اللي ماسك العارضه اللي ماسك العارضه وطلع متاخر ده يا كابتن اسامه في حد ولا ماسك بص الزياده العدديه ايوه اولا طبعا نقف هنا لا اثبت وحسين الشحات بيلعب
بس كده. اولا هي اتعملت كويس قوي، حسين خد قرار بسرعه ان لعبها لتحت وتتلعب له تاني. بص بقى لعيبه طلائع الجيش ولاعيبه النادي الاهلي، لعيبه طلائع الجيش متاخرين، تمركزهم غلط. لعيبه النادي الاهلي يعني في اربعه واخدين نص الجون والجزء الخلفي، هو حسين لعبها يعني على 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 رامي ربيعه واعتقد وسام اللي كان وراه او طاير، مش متهيألي وسام او طاير، مش طاير محمد طاير، طاير محمد طاير. بس انا برضو انت بتقول رامي ما يلعبهاش يسيبها، هو ما يعرفش، هو اقرب ليها، ولو طلع ركبها مظبوط كانت جون. ايوه هو طلع لما حسين لعبها مشيها بقى لمشي مشيها لما حسين لعبها، ما اقدرش انا مش واخد بالي. هو ركبها على فكره، بس هو موجه بس هو لا بس هو ما موجهاش لتحت. دي حلوه واللي جت فيها جول. اه برضو دي كره الجون نفس الشيء، اتعملت بتكتيك ان اللعيب طلع الجيش جوه الستة ياردة. لا تهلنا تاني. ايوه بس اثبت هنا لعبها لتحت، لعبها لتحت حسين الشحات، وجاي طبعا اعتقد ده وسام. وسام 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 لتحت وبيحطها مره. دي برضه متفق عليها. اه طبعا طبعا. اه خبطت بقى، دي بقى هي بقى دي فيها الحاجات بقى اللي فيها التوفيق. هي كانت هي بره الجون، بس هي خبطت في المدافع ورجعت لطاير. طاير خد قرار مره واحده، مره واحده في المرمى، حتى الكره راحت في جسم الحارس بس قويه دخلت، قويه ودخلت. صحيح. فالنهارده فعلا الضربات الثابته اتعمل فيها شغل كويس. صحيح. نجيب الكره اللي بعدها. تمام. ده جول بتاع قناص. بصراحه يعني كابتن احنا اتفقنا على اني نرجع تاني، دي جمله متكرره على طول. بس نثبت هنا، نثبت هنا. خلي بالك ان منعم يا كابتن عادل ما كانش واقف وما كانش في الكابتن، ما كانش قريب. بص يا كابتن، منعم الفكره اللي بيعملها انه بيروح ان تايم بالظبط على العرض القريب. بس كمان خلي بالك حسين عاملها فين؟ على القريبه بالظبط. بص يا كابتن، الجون ده جابه في الوداد بس بدماغه. بس بدماغه. الجون ده جابه قبل كده مش عارف في فرقه مين، بدماغه برضه. بدماغه برضه. هو بياخد القريبه على طول. عنده ميزه، منعم عنده ميزه. الميزه اللي عند منعم ان الوصول في الوقت المناسب. بس ايه؟ انا ممكن اروح بدري كابتن، ممكن اروح بدري واقف. ايوه. فهتمسك. ايوه. وممكن اروح متاخر. ايوه. هو سرعة الكورة دي مهارة منعم، مهارة مهاجم مش مدافع. اللي هي اللي هي انهي يا كابتن؟ شوف منعم على طول هو كان بيجيب اهداف في دماغه، حتى كان معانا لو كان معايا في الفرقة عندي كان هداف الفرقة. هو اصلا كان مهاجم. لا كان نص ملعب. منعم كان نص ملعب. منعم كان هداف معايا. يعني لعب معايا حوالي، مثلا لعبنا حوالي يجي 15 مباراة، جاب لي 7 أهداف من كور ثابتة كلها. كلها بيطلع بدماغه على القريبة. أي. فأنا بكلمك بص الوصول لها، لكن هنا بقى منعم عمل حاجة جديدة. لعبها بوش رجله مش بجنب رجله. هتقلنا تاني؟ هتقلنا تاني. بوش رجله. وثبت على منعم. بص بوش رجله مش بجنب رجله. أيوة كده. دائما اللي بيجي بيعملها بجنب رجله. بس مش هيقدر. ليه بقى؟ علم الحركه بتاع ان هو لو جه عشان يعملها بجنب رجله هيختل توازنه، لكن هو حط فيها وش رجله بس قلبه لجوه شويه. ليه بقى يا كابتن؟ صعب قوي. بص يا كابتن ايمن، ده الاحساس بالخطوط. بص الخط ده الاولاني بتاع الستة ياردة ده، انت لما بتيجي تعمل تمارين فرديه للمهاجمين في الوقت الحالي، انا بكلمك على الفردي الجديد الحديث، انت بتخليه يبعد عن الهدف خالص، يبعد عن الجون خالص يا كابتن ايمن. ايوه. انت بتشتغل على الخطوط. ايوه. يعني انت لما تبقى على اول الستة ياردة من دي لازم تعرف ان انت بره الجون بمترين. فلازم رجلك تبقى لجوه. ايوه. لما ترجع ورا شويه هتبقى انت رجلك على العارضه. تمام. فتحطها بوش رجلك. لكن لو بره لازم تحطها بجنب رجلك، لكن منعم تفوق انه حطها. ودي كمان لما تعيدها ايمن. انا اعتقد هو حط وش رجله لانه حس انه مش هيلحقها. صحيح. مش هيقدر. هو عملها يعني مش هيقدر يا كابتن. هو عمل شيء مش هيقدر. هو مد رجله. مد رجله بقى. كابتن اسامه. أيوة. هو مد رجله وحطها. بس هتحق. ايوه. لا انا اقصد، ما هو انا اقصد القرار انه يحط دي ما يقدرش.
لا لا يقدرش ما يقدرش يحطها بجنب رجله. لا 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 مش مستريح. بس هو مش مستريح. لا مش فاهمني. مستريح مش مهاره. أيوه. هو مش مستريح. ايوه لحظه اكمل بس فكرتي. أيوه. انا وانا جاي جري بوشي غير وانا جاي جري كتري. كتري ممكن اعمل جنب رجلي، لكن هو جاي منعم بوشه فما يقدرش يلعبها الا بوش رجله. طيب ما يقدرش. هو مش كمان راس حربه يا بلال، ما يقدرش يعملها الا بوش رجله. انا وجهه نظري هو مش مستريح. ايوه عشان كده مد وش رجله. هو عشان كده مد رجله. هو ده اللي انا بقوله. ادينا الجول اللي بعده. مش يعني قصدي لو يعني لو جاز انا مالهاش علاقه بالجاريه القطريه. انا مع بلال في ليها علاقه بالهدف بتاع مش مستريح. الهدف بتاع الهدف اللي جابه بدماغه بتاع الوداد حلو كان بره الجون خالص. ماشي يعني يا دوبك لمس. طيب حلو. علشان الكره كانت جايه اقوى. الكره دي نازله ساقطه. أي معشان كده بقول لك هو مش مستريح. ايوه انا عارف لانه جاي طولي. لو جاي عرضي كده يلعبها بجنب رجله. اصل ده تشريح. يعني انت بتتكلم والكره جايه انا ومعايا مدافعين يا بلال. انا معايا مدافعين اثنين مدافعين. هقف ازاي واعملها؟ ما فيش وقت للوقفه. ما هو هو عشان كده لمس بس. لمس بوش رجله عشان اقرب. هل بقى هي ساعدته؟ هل هي ساعدته؟ جت في وش رجله الجوه ولا اللي بره؟ لا لا التنفيذ. لا التنفيذ. التنفيذ هنا. لا بعد اذنك. التنفيذ هنا بوش رجله وخلاص. لكل فعل رد فعل. ها ده منشف وش رجله عشان يبقى رد فعله رايح في الجول. انما هي مش مساله حمام. لكن لا لو مش لو منشف بس هو طوح رجله ايمن. هو مطوح لو منشف بس تطلع بره لانه كان بره. لا 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 هو حاطط منشف. منشف بتركيز بتهديف كابتن يعني شريف. انما هو لو وش رجله كده هي دي كابتن لا هي دخل هي في الميزه فيها ان الراجل ده نشف. ماشي هات لنا الحلقه كابتن. كمان نشف رجله وراح حاططها كمان. المدافع المدافع كمان يا كابتن كان هيلحق الكوره فهو حط. ماشي الكوره اللي بعدها هجمه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال كابتن بلال. كابتن بلال وكابتن اسامه. كابتن اسامه اللي على الدور. لا 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 انت 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 لان كابتن عادل هو اللي كان عادل. الهجمه ضاعت يا كابتن. هات له واحده غيرها. ما هي على الفيديو. لا احنا عايزين نعرف ضاعت ليه. هات له واحده غيرها كابتن. بص برضو لعيبه صراع الجيش واقفين وبرضو في مساحات رهيبه جدا في نص الملعب. مساحات مش طبيعيه. بص يا كابتن انت قلت حاجه مهمه جدا جدا النهارده. قلت ودي اهم حاجه دلوقتي في كره القدم البطء اللي موجود عند لعيبه طلائع الجيش. خد بالك البطء مش بس في التحولات. أيه. البطء في الحركه في الباس في الاستلام في الجري بالكوره بالظبط في الفكر. خد بالك النهارده انت انا الاعب فرقه دي كريم كان ممكن يعملها احسن من كده. طبعا بس دي جول الطاهر. دي كانتش عايزه القوه دي خالص. دي عايزه كده من فوق الجول بالراحه وبالهداوه وفي الحنين خصوصا الجون جاي من ده. ويجي جول حلو عمرو السوليه كمان عمله حلو. حلو قوي عمرو بصراحه. النهارده عمرو السوليه على فكره يا جماعه كانت واحده من احسن مبارياته مع نادي الاهلي قوي. يعني عمل مباراه النهارده رائعه جدا. بص كمان هو طاهر بص للجول كمان. بس خد بالك هو استنى عليها كتير. وجهه نظري استنى على الكوره كتير. لو عايز تعملها كده ما ينفعش تستنى عليها كل ده. هو بص الكوره ده الجول الرابع. ده الجول اللي عمله حلو قوي اللي عمله طار. تحرك حلو. نرجع للكوره تاني بعد اذنك معلش. نرجع للكوره تاني كابتن بلال. ده الجول الرابع. ايوه هي دي يا كابتن. استلام حلو من عمرو السوليه قوي. رؤيه عظيمه. بص واحد بص يا كابتن المطوحه دي. بص عارف انت ايه؟ انا كفرود استلامي للكوره ثلاث ارباع الجول. طبعا فاهم؟ استلام ثلاث ارباع الجول. هو لو يعني عندي يعني حل افضل من كده بكتير. الاستلام اللي بره ده يعطلني شويه. انا ممكن استلم يبقى عارف يبقى في وسط الجول بالظبط. بص يا كابتن. بص يا كابتن استلم لجوه بقى. بص يا كابتن استلم فين؟ استلم لجوه. هو استلم كويس بس نفسه استلم على فكره. هو سهل كان سهل بس عايز تتسهل. كل ده بقى الجول يا كابتن. حلو قوي طبعا. حلو قوي قوي. وسام على فكره حلو قوي. يعني فيرست تايم حلوه جدا جدا قرار جدا حلو. يعني ايه في زاويه الجول وفي نص الجول بس حلو. المسافه قصيره والكره سريعه تاني. بس اثبت بقى هنا ماشي. تشيب باس حلو جدا طبعا. حلو قوي 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 طبعا. وحسن تصرف من وسام طبعا. حلو طبعا. الجول كان لازم يطلع. ايوه طبعا كان لازم ما يطلعش الجول. مظبوط كان لازم يطلع. هو كمان الكره هو يعني الفيرست تايم بتاعه حلو. بس انا لو ما كانش اعملها كده. لو ما كانش اعملها ببطن رجلي. لو انا كاحمد يعني أيوة هلعبها ببطن رجلي اضمن بالنسبه لي.
بطن رجلي عندي كل الحلول لكن وش رجلي صعب محتاجه توفيق غير عادي يعني حتى كمان لما لعيب ابوش رجله بص راحت فين يا كابتن راحت في وش الجول يعني الكره دي مثلا بص يا كابتن بص الكره فين يا كابتن يعني لو جول مصحصح عن كده شويه يمسكها يعني لو جول يعني حلو جامد بس المسافه قريبه يا كابتن بالله صح وكره سريعه لكن انا اصل الجول نازل عامل كده قاعد في الارض فاهم بص يا كابتن جول قاعد في الارض لكن لو واقف هيعمل ايه دي كده هيجيبها لكن الاسهل بص يا كابتن اهو بص الجول قاعد صح. يعني لو جول تلعب لا له جالك جري نعم لا الجول جاي لك جري الجول يلحقها بسرعه هرقصها او احطها بطن رجلي برضه او تحطها بص رجلك تحت الحلول ساعتها بتبقى اسهل خد بالك كابتن عادي لو الجول طالع الحلول اسهل ممكن ترقصها تحطها كده عادي مش رجله الخارجي المسافه يعني الراجل ده نفسه تنفيذ عالمي المسافه كابتن بص المسافه لو الجول طالع سريع كان خدها قبل مشاهد اكيد هو التاخيره بتاعته او لو هو طلع بره شويه والله كان هيضيع علينا الجول بص كان هيضيع علينا يا كابتن الجول ده كمان زيه زي اللعيبه بالظبط قراراته كلها متاخره ايوه صح خد بالك البنالتي لو جبت البنالتي اللي ضيعه طه قراره في الطلوع متاخر جدا متاخر جدا خد بالك معظم قراراته زي اللعيبه بالظبط مش تمركزاته يا ابني على قراراته متمركز بره شويه في البدايه هيطلع يا كوتش ما هو الخروج هنا قرار والخروج في الكره بتاعه البنالتي قرار سهل القرار يا بلال تمركز يسهل ده ضغط برضو من النادي الاهلي طبعا هو كابتن شريف الاهلي ضغط على الفرقه ومش مديلها حلول حتى مش الفرقه مش قادره تتنفس بص بس ممكن هنا بس يا كابتن بعدين بس زي اللي حصل الفرقه بتحاول تعمل زي ما كل زي ما احنا كلنا قلنا عندهم بطء في التفكير وبطء في التنفيذ وكيرلس قوي في الباص الجيد يعني يعني راحت يا ايمن اهلا بيك ما راحتش فهمتني ازاي دي ديانج شيل ده ديانج شيل دي هاي بص التعامل ده وهيرجع يدي قفشه تاني بص قفشه هيعمل ايه تاني بص هيديله هو تاني محسوب بنالتي بص قفشه بيموه وبيعمل ايه بس زيد نقله كبيره خالص ايوه زيد عمل عامله كبيره ودي انذار مسير الانذار ده ايه يا كابتن دي اتحسبت بنالتي اتحسبت بنالتي هنسيبها للكابتن ناصر الفار بيتلكك لنا في اي حاجه معديه جت في دراع واحد وهو بينط فوق بنالتي ماشي صحيح. بس يا رب ما تبقى كده ضدنا نبقى ناخدها تمام يعني ما تبقى غير يعني ما تبقى كره لينا زي دي الفار يفتكر يجيب الحكم يعني طيب خلينا بقى قرايه في جدول الدوري اولا ثمان انديه هذا الموسم ما حصلش فيه تغيير في المدير الفني نادي الاهلي نادي المصري ولما هنشوف النتائج هتلاقي فيه استقرار طلاع الجيش سموحه زاد الجونه سيراميكا اسماعيل مع ان اسماعيلي ما حصلش فيه تغيير لا ايهاب جلال من بدايه الموسم ايهاب بدا الموسم فثمان فرق حتى الان يمكن كان اخرهم كان معاهم الاتحاد وبعدين حصل تغيير وكمان الكابتن كشري راح لبلديه المحله مكان احمد عبد الرؤوف وكل فرقه يا ايمن بتيجي حسب نتائجها فهمتني وكل اداره فريق وحسب ظروفها وامكانياتها وكل فريق زي الفرقه اللي احنا بنتفرج عليها النهارده زي طلائع الجيش دي اشتغلت في الاول كويس وعملت نفسها رصيد من النقاط اعتقد ان فكره التغيير ما كانتش موجوده انت اصل التغيير ده تغيير بينالتي في عليك للمدرب واستقالات ومناوشات طب اديك شهرين ومش يعني وتلاقي نفس المدرب ده ايه؟ راح نادي تاني على طول الباب مفتوح له من الناحيه التانيه من ورا فهي النتائج الاوليه اللي بينفذها اي مدير مع اي فرقه من الاول زي بلديه المحله فاكر بلديه المحله اشتغلت ازاي في اول السنه؟ كانت 10 على 10 ده بصوا 23 البدايه بتاعتها كانت 23 بونت كده بالظبط وبعد كده راح حصل لهم حاله ركود فابتدى يجي احمد عبد الرؤوف متهيألي او كان معاهم ما هو كان معاهم هو احمد عبد الرؤوف اللي طلع بيهم وهو اللي وصله بالظبط فكره بقى تغيير انا كنت عمري ما غير احمد عبد الرؤوف يعني راجل عارف امكانيات لعيبته وعارف الدنيا ماشيه ازاي عشان اجيب مدرب في ظروف ما معهوش العصا السحريه كمان هو غيره مؤخرا يعني ده قرار ان انا اجيب واحد عشان اغير وكابو كشري مش تاني اجيب احمد كشري او
احمد كشري ادخله في الموضوع واديله المسؤوليه الكبيره وما اعرفش ايه، دي برده فيها خطوره جدا على اسم اي مدرب قاعد معانا هنا. هو أو هيروح يمسك هناك. هو قبل، هو قبل طبعا طيب. واي حد جه له شغل دلوقتي لو ناقص ماتشين في الدوري هيروح، انما الظروف اللي بتبقى مع المدرب بتبقى صعبه قوي جدا. زي فرقه النهارده يفرض قالوا بسيوني مش موجود في حاله انت بتتكلم على البلديه، امال الكابتن عماد النحاس اللي عمل مخاطره كبيره جدا وخد المقاولين. بيقول لك لو اتعرض عليه ناقص ماتشين، بس عماد النحاس ده ابن المنطقه دي ومسك قبل كده مقاولين العرب. الموقف صعب جدا، ما نفع، بس عنده كم ماتش ناقص؟ 6 ماتشات. ياخد له 3 منهم ولا 2 منهم وتعادل يعدي. يعدي ازاي؟ ما هو الباقي مش هيعدي، فهمتني؟ انت بتلعب على نتائج خلاص. المقاولين لعب على نتائج الاخرين. نتائج الاخرين هي اللي بتحدد له موقفه، مع شرط اساسي ايوه ان عماد النحاس العصا السحريه انه يكسب ماتشين على الاقل. 6 نقاط دول بيعملوا معاك فرق جدا في الدوري ده. طيب من جدول الدوري برضو يا كابتن اسامه، 5 انديه بتصارع دوامه الهبوط في الدوري معانا. من اول البنك الاهلي، وهو يعني واقعيا هو الاضمن ان هو يكمل. انا بقول البنك الاهلي عدى خلاص، عدى خلاص مرحله ال، لسه ما عداش مرحله الخطر بالنقاط. لا انا بقول لك بعد. ايوه احنا بنقول يعني هو اقلهم ماشي، انما هو نفس المرحله مش اقلهم. خلي بالك البنك الاهلي ماشي. اللي خلاه وصل للمرحله دي ان هو البدايه بتاعته كانت سيئه جدا ماشي. اول 5 مباريات في الدوري خسرهم جميعا ماشي، فأثرت عليه بعد كده بقى يكسب ماتش يتعادل ماتش يخسر ماتشين، فأثرت عليه لحد دلوقتي مظبوط. انما هو ما زال في يعني هو ده نقدر نقول ايه ان هو اقل الفرق. لا البنك الاهلي خلاص بره الموضوع. انا بقول لك كده. ايوه انا عارف انك بتقول لي كده، انا بقول لك بالنقاط. انا ماليش دعوه بالنقاط، انا بقول لك حسابيا كفرقه والظروف اللي انا شايفها في فاركو وبلديه المحله والداخليه والمقاولين العرب والبنك الاهلي دلوقتي 30 نقطه بالظبط. انت ايمن بتتخيل الخمس نقط؟ لا صعوبه. ما استنى بس، انت بتتكلم على اقرب واحد ليه كمان اللي هو فاركو. أي. انت المفروض تتكلم على 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 الثالث من تحت اللي هو بلديه المحله. فرق بين البنك الاهلي المحله ماتش. لا انا بس ماليش دعوه، بس انا بتكلم على واقع النقط. البنك الاهلي 30 وبلديه المحله يعني انت بتقول هي بره الصراع؟ لا هو بره الصراع. يعني بره الصراع اقلهم يعني والله يعني. بره الصراع. انا بقول لك حاجه يا كابتن، وجهه نظري من اول ال 31. طب ثانيه واحده، 31 ايه يا عادل؟ بس من اول الاسماعيلي يا عادل، يا عادل ده ماتش 3 نقاط. طب استنى بس خليني، هو مديني السؤال خلينا كده. طيب ماشي. انا بقول لك البنك الاهلي 30 نقطه ماشي. البلديه والدخل المقاولين 19 نقطه. 11 نقطة دي بعيد جدا يعني ماشي. هو بعيد قوي عن المقاولين العرب. تمام. طيب الداخلية 19 نقطة، هو بعيد جدا عن الداخلية. خلاص؟ أي. هو عنده بالنسبة اتكلم على البنك الأهلي عشان كده أنا بقول لك هو بعيد. بلدية المحلة 23 نقطة وفاركو 25 نقطة. أنت بتتكلم على بلدية المحلة ماتشين. اللي هو تالت من تحت. بالظبط. ما هو ماتشين يا بلال بس في 6 ماتشات باقيين. بالمستويات الفرق دي بقى 8 يا كابتن. لا 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 البلديه ناقصه 7 ماتشات. 7 وده 6 البلديه ناقصه 7 ماتشات. انت بتتكلم المقاولين ولاعب 18 ماتش يا جماعه، الباقيين لاعبين 17 16. كمل بس فكرتي. هي الفكره في ايه يا بلال؟ مع الفرق دي المستويات دي 16 انه يكسب ماتشين، انت ما تفتكرهاش ان هي سهله في 6 ماتشات. اه طبعا معاك. وبعدين مع الفارق بقى ان البنك الاهلي لازم بقى في 6 ماتشات ما يكسبش حاجه خالص، وهم يكسبوا 3 4 ماتشات. عشان يعني كده انا بقول لك هم من الاربعه اللي تحت يا كابتن، هم الاربعه اللي تحت. انا هي بين الاربعه اللي تحت اسامه يعني فاركو وبين فاركو والبلديه فاركو والداخليه لاعبين 28 ماتش. ايوه المقاولين وبلديه المحله واحد لعب 26 ماتش وواحد لعب 27. هيفرق كمان انا الاستاري فرق بيني ده ماتشين والتاني ماتش. بس انا اقصد يا كابتن شريف ان هي هتبقى بين الاربعه دول. اه طبعا. لكن البنك الاهلي لا. طيب كابتن عادل، اللي يمسك القيادة الفنية لأي فرقة من الثلاث أربع فرق اللي تحت يعتبر إن هو بيغامر بيجازف باسمه؟ لا مش هيبقى بيجازف باسمه ولا حاجة، اللي هيجي مين؟ ما هو خلي بالك التغييرات اللي أنت اتكلمت عليها، كل التغييرات دي بتعكس صفة الإدارة. يعني بمعنى إيه؟ كل اللي مثبت مدربينه ارجع ليهم كده تلاقيهم إيه؟ إدارة عندها الاستقرار، تحب الاستقرار. في إدارات متسرعة
يعني انت بتتكلم على انا من اهم الادارات اللي بتعجبني في مصر اداره محمد مصلحي في الاتحاد يعني هو لسه مغير اخر حاجه طارق العشري وجاب احمد سامي وطارق العشري اكتر من مره هو اللي كان عايز يمشي يعني أي. طارق اللي عاوز يمشي يعني لولا ان طارق كان عايز يمشي كان الحاج محمد مصلحي كان ممكن يسيبه فانت بتتكلم على سمات وصفات الناس اللي بتغير هي بتغير على طول بتغير لهدفين لاهداف عندها انا عايز اقول لك حاجه وبتغير ناس برضه نزلوا ناس يعني أي. الاختيارات يا كابتن الاختيارات ما بتجيش على اللي هو اللي عايز اقول لك ايه مش بدراسات قد ما هي بعلاقات قد ما هي يعني انا اعرف ده اجيب ده وخلاص لمجرد ان ممكن اجذب باسم النادي واجيب واحد يعني انت ممكن تكون اشتغلت في النادي مره واثنين وثلاثه وما وفقتش اجيبك تاني وانت اصلا مشيت عشان ما وفقتش فانا اجيبك تاني ليه انت فاهم هي يعني كل اللي انت شايفه ده يا كابتن ايمن كلها اجتهادات شخصيه وليس دراسات لفكر وموقف الفرقه والفرقه محتاجه مين مفيش واحد بيشتغل بالامكانيات هنا تمام اكتر من انه بيشتغل بعلاقاته او بصداقته للراجل اللي هو عندك تعليق بس قبل ما ناخد الكابتن ناصر بعد بس الفصل. عادل كان اتكلم على نقطه بيقول ان الناس اللي بيحبوا الاستقرار اللي بيسيبوا المديرين الفنيين او في غالب الامر ما عندوش حلول تانية مختلفه يعني انا النهارده معلش يا كابتن استقرار ايه لما انا يبقى انا لاعب 27 ماتش وعندي 19 نقطه ولا عندي 23 نقطه ولا حتى عندي 25 نقطه اي استقرار لا ما كل دول ماشي اي استقرار في كده اللي تحت اللي ماشي اللي هو عنده ابناته قليله انت فهمت غلط لا انت ما فهمتش انا قلت استنى لا ما اقصدش استنى بس ما انا هقول لك اهو كمان هكمل لك بس يا كابتن انا من 10 ماتشات اقيم المدير الفني هو انا لسه هستنى 20 ماتش ولا 30 ماتش ولا حتى 15 ماتش انا 10 ماتشات وابتدي واقول له سلام عليكم هو انا بعد هو انا هستنى اكتر من 30 نقطه تمام اللي هم هيقعدوني في الدوري الممتاز ما اخدش مثلا نصهم او اخد ثلاث ارباعهم واقول استقرار في مدربين هنا في بص يا كابتن زمان كده من 3 سنين كان في مدرب كده بيضحك على المصريين اسمه مش فاكر اسمه كده اليوناني وكان رئيس النادي هو شريك في الـ يعني قصدي في المشهد يعني فيقول له انا بعمل فن مشروع مشروع ما هو فن الفن ده احنا بنعتبره مشروع لا ده في ناس مذيعين ومحللين هم اللي قال لك هو بيقول لك انا عندي مشروع ايه مشروع ايه اللي هينزل لي فرقتي درجه ثالثه مشروع ايه يا ابو كباتك ما فيش حاجه كده في العالم ان اوروبا زمان ده مش ماشي بيراميدز كابتن زمان اوروبا لو تفتكر ما كانوش بيمشي المدير الفني النهارده بيمشي النهارده بيمشوا يا كابتن خلاص النهارده فات 7-8 ماتشات بيمشي نعم مورينيو مشي ومانشستر يونايتد واخد بالك لا الوضع اختلف طب سريعا عشان قبل ما يساب الكابتن بص يا كابتن اتفضل الاستقرار مهم وحلو بس زي ما بلاي بيقول مش في كل وقت الاستقرار بيجيب لي نتيجه في وقت لابد من التغيير لان التغيير يا اما ظروف الراجل اللي مشي ما كانتش كويسه او اللي جاي بيدي دفعه للناس وفكر جديد وحماس جديد ودوافع جديده فبتحصل نتائج ممكن تتحسن ويكون عنده وقت ماشي ويكون عنده وقت بس انا اقصد زي انا مع بلال انه مش شرط صحيح انه في وقت الاستقرار مهم لكن في وقت تاني تغيير مهم برضه مظبوط طيب بيشرفنا الان خبيرنا التحكيمي نروح فاصل الاول طيب ماشي نروح لفاصل وبعدين بعد الفاصل هنستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن حاله طاقم تحكيم مباراه اليوم ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل.